أحب فيه. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة 24 يناير، وده بيوافق اليوم العالمي للتعليم. اليوم ده الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصته للتأكيد على أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وهو أساس التنمية وحجر الأساس في بناء المجتمع. بكل تأكيد هو مقياس للتطور الحضاري. طبعاً مفيش أمة بتنهض بدون التعليم، مفيش اقتصاد بينمو من غير تعليم جيد، من غير تطوير مهارات كمان الأفراد. عشان كده دول العالم المتقدمة بتنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء المستقبل. حقيقة شاذلي، التعليم زي ما قال عميد الأدب العربي طه حسين، حق لكل مواطن كحقه في الماء والهواء. وزي كمان ما قال المثل الصيني المعروف، لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. يمكن المثل ده الحقيقة لو تأملناه هنلاقي إن هو واحد من أهم أسباب وصول الصين لمكانتها الحالية عالميا، لأنها اشتغلت على فكرة التعليم وتطوير مهارات الأفراد، مش فكرة التلقين يا شاذلي. صحيح، وده اللي احنا اشتغلنا عليه بقى كمان في مصر خلال الفترة اللي فاتت. مصر ركزت بشكل كبير جدا على التعليم في السنين اللي فاتت، وطبقت منظومة جديدة للتعليم بتقوم على الفهم والمعرفة مش على الحفظ والتلقين. كمان خصصت ميزانية ضخمة كبيرة لتطوير التعليم، بتتكلم عن حوالي 1 تريليون جنيه في آخر 8 سنوات. التطوير اللي الدولة اشتغلت عليه مش بس مرتبط بالتعليم العام أو الثانوية، لكن للأسف على مدار وقت طويل جدا كانت الدولة يعني كنا ابتدينا نهمل شوية فكرة التعليم الفني. لكن الحقيقة الدولة المصرية مؤخرا بقت بتركز بشكل كبير جدا على التعليم الفني، لأن هو ده اللي بيخرج الفني أو الحرفي اللي بتقوم على أساسه الصناعة. ده غير طبعا إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع القطاع الخاص، والمدارس دي وصل عددها دلوقتي ل 52 مدرسة في 14 محافظة، وده رقم طبعا كبير جدا. ومن دورها ومن أهم أهدافها إنها بالفعل تخرج كمان طلبة من البداية متخصصين في فكرة أو مطلعين على فكرة التكنولوجيا، اللي يمكن العالم كله سابق بخطوات كتير، محتاجين إن احنا نقفز خطوات أكتر عشان نقدر إن احنا نوصل يوم، لأن كل يوم بيبقى فيه جديد. الفكرة كمان إنه طلاب المدارس دي بيلاقوا أصلاً حتى وهم بيدرسوا فرص إن هم يتدربوا ويشتغلوا، فلما بيتخرجوا من المدارس دي أولاً عندهم كمان فرصة إن هم يكملوا جامعات لو حابين، أو حتى يشتغلوا بهذه الشهادات في الأماكن اللي بالفعل اتدربوا فيها، فبيبقى عندهم فرص عمل وبيتخرجوا من المدارس دي أصلاً مؤهلين. على أي حال هنتكلم مع حضراتكم طبعاً بشكل أكبر عن هذا الملف تحديداً في حلقتنا النهاردة، لكن دلوقتي متصبح عليكم مرة تانية. صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر. دلوقتي هنروح لهالة نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في مختلف المحافظات. يا هالة صباح الخير عليك. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جوانا، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. نبدأ طبعا جولتنا المرورية الأول، وبعد كده جولة سريعة عن أحوال الطقس، ونستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا بنبدأ جولتنا كالعادة من القاهرة، تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبنفضل مكملين لحد ميدان العباسية ومسجد النور، وبعد كده كثافات قدام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات، ونفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية في الطريق هتقل الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر.
نروح مع بعض للجيزة دلوقتي. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية. لو روحنا لميدان لبنان المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي وهو القادم من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. ونروح مع بعض لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية مع بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو روحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي أن في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة إطلاقا بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 25، وأقل درجة حرارة في العلمين 17 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن أحوال الطقس بس بعد شوية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها رئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين شهدوا امبارح من خلال خاصية الفيديو كونفرنس بدء فعاليات تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، مشروع الضبعة النووي. وقال الرئيس السيسي إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي اللي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في مختلف القطاعات الصناعية، وده في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين شهدوا من خلال خاصية الفيديو كونفرنس بدء فعاليات تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي. وقال الرئيس السيسي إن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي اللي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويجنب تقلبات أسعاره. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص اللي بتعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، وده بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري ومحافظة الأليوبية بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية مرجانة بمدينة القناطر الخيرية. يهدف البروتوكول للاستثمار المشترك واستغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث الموقعة على البروتوكول بمنطقة الشاليهات قرية مرجانة بمدينة القناطر الخيرية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب. وجه مدبولي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وأيضاً مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بريت ماجريك منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضاً أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، بالإضافة للدور المصري الفاعل في استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الشرقية تم تشغيل 9 وحدات للمناظير بأحدث التجهيزات لرفع كفاءة الخدمة الطبية. في بني سويف تم افتتاح معرض إهناسيا ضمن سلسلة أهلاً رمضان. ومن بني سويف خلينا نروح لإسكندرية، وتم الكشف والعلاج بالمجان على 1732 مواطن بقافلة طبية في العمرية. أما في الوادي الجديد فتم توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بقرى المحافظة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تشغيل 9 وحدات للمناظير مجهزة بأحدث الأجهزة في إطار رفع كفاءة الخدمة الطبية وتوفير كافة التخصصات المتقدمة اللي بيتم العمل عليها خلال الفترة الماضية. في بني سويف افتتحت المحافظة معرض السلع بمدينة أهناسيا ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان المقرر تنظيمها على مستوى مدن المحافظة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار. في بورسعيد بيشهد حي الضواحي تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجاً بحي الضواحي، وسبق تطوير مناطق فاطمة الزهراء بمراحلها الثلاثة ونفيسة الجديدة واللبانة القديمة. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشؤون الصحية تنفيذ قافلة طبية بقرية الجزائر بمنطقة العمرية بالإسكندرية اللي بتبعد 17 كيلومتر عن أقرب مستشفى عام وهي مستشفى العمرية العام، وضمت القافلة 9 تخصصات طبية مع توقيع الكشف على 1732 مريض من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. في الغربية قامت مديرية الري بحملة مكبرة لتطهير وإزالة الحشائش بقناة طنطا الملاحية لضمان نظافة المجرى المائي وسهولة وصول المياه لنهايات الترع الفرعية، ضمن خطة العمل على تطهير الترع والمصارف بصفة دورية في المحافظة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة إطلاق الدفعة الأولى من المشروعات الصغيرة اللي بتستفيد منها الأسر المعيلة بالقرى اللي بتنفذها المحافظة بقروض ميسرة بدون فوائد لتمكين الأسر اقتصادياً في إطار جهود توفير حياة كريمة ومصدر دخل للأسر وتحويلها لأسر منتجة. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضعف المياه بمركز ومدينة المنشأة النهاردة وبكرة من 9 صباحاً ل 12 ظهراً لمدة 3 ساعات، وبتنبه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة ليهم خلال تلك الفترة. في البحر الأحمر بتشهد المحافظة إطلاق قوافل علاجية تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمعات النائية، وبتنطلق القافلة يوم الخميس الأول من فبراير بمدينة القصير وبتستمر لمدة يومين قبل أن تنتقل يوم 3 و4 فبراير لقرية أبو رماد والواقعة جنوب مدينة حلايب. فقرتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرتنا. استنونا. ما
بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بس بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة في فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن حضرتك امبارح قلت لنا وإحنا معاكي على الهواء في صباح الخير يا مصر إن إحنا بنتأثر بمنخفض جوي جاي من أوروبا، وده أدى إلى يعني إحساسنا ببرودة الجو اليومين دول اللي بدأ من امبارح أو أول امبارح تقريبا، بعد ما كان الأسبوع اللي فات كله الجو دافي. فالحالة دي من هي تعتبر حضرتك قلت لنا إن ده يعتبر في المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة بالنسبة لنا، طمنينا أخبار الجو النهاردة إيه؟ بالفعل ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل الهوائية دي بتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، فده اللي أدى لانخفاض قيم درجات الحرارة، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبتحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. وبالفعل درجات الحرارة خلال فترة الوقت ده من السنة، يعني احنا 19 او 18 درجه مئويه، دي المعدلات الطبيعيه او المعدلات الشتويه بالظبط. المعدلات الطبيعيه او الشتويه المعتاده لكل سنه في الوقت ده من السنه. اجواء فتره النهار يعني خاصه في فتره الظهيره بتكون اجواء ما بين المائله للبروده المائله للدفء على اغلب المحافظات الشماليه، السواحل الشماليه او الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. المناطق الجنوبيه طبعا بتكون اسفة لانها بيبقى عندها زياده فترات سطوع اشعه الشمس اكثر، فبالتالي اجواءها تكون دافيه بشكل كبير خلال فتره النهار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وده بيكون تحديدا كمان في فتره الظهيره. لكن فور غياب اشعه الشمس بيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، خاصه فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر. صغرى فتره الليل بتتراوح ما بين 10 وال 12 درجه مئويه على المحافظات الشماليه، بعض الاماكن من محافظات الصعيد بتوصل ل 6 و7 درجات. فبالتالي اجواء فتره الليل وخاصه ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، اجواءها الشديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه، توصل لحد الصقيع اللي بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء او محافظه الوادي الجديد نتيجه انخفاض قيم درجات الحراره لاقل من 5 درجات. وطبعا مع وجود المنخفض الجوي والسحب الموجوده على مدار اليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار، وهتستمر على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، ويمكن هي بدات بالفعل خلال الساعات الماضيه على محافظه الاسكندريه، ومتوقع استمرارها على مدار اليوم على فترات متقطعه، خفيفه في بعض الاوقات متوسطه في بعض الاوقات على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، دي كل المحافظات المعرضة اليوم لسقوط أمطار. غدا الخميس إن شاء الله في استمرارية لانخفاض قيم درجات الحرارة ودرجات الحرارة الشتوية، وفي كمان فرص الأمطار ممكن تزيد على المحافظات الساحلية وتتقدم لبعض المناطق الداخلية اللي منها محافظات جنوب الوجه البحري أو مناطق كمان من القاهرة الكبرى، لكن دايما الأمطار في المحافظات الداخلية بتكون كمياتها أقل من المحافظات يعني الشماليه او المحافظات الساحليه، لان المحافظات الساحليه بتكون اكثر يعني تاثرا بالمنخفض الجوي. بس احنا هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا ناكد تاني على نوعيه الملابس، لازم ملابس شتويه ثقيله فترات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر، لان في بعض الايام بيكون في نشاط نسبي للرياح هيخلينا نحس بالبروده اكثر. لو انا بحتمي مناطق ظل او موجود في اماكن ظل احس بالبروده اكثر، فمهم جدا ملابس شتويه على مدار اليوم كله، شتوية ثقيلة، فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر. مهم كمان في المحافظات المعنية أكثر بسقوط الأمطار المحافظات الساحلية، مع سقوط الأمطار نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاف الكهرباء، ألواح الأناس المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، وطبعا لازم القيادة بهدوء تام أيضا مع سقوط الأمطار.
بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. طبعا مهم جدا نتبع نصائح هيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة 19 والصغرى 11، نفس درجة الحرارة أيضا في العاصمة الإدارية 19-11، الأسكندرية 18-12، والعلمين الجديدة 17-13، مطروح 18-11، ودمياط 19-13، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 18-12، في السويس 18-14، وفي العريش 20-13، كاترين 18-3، وطوبة 22-14، حلايب 24-17، وشلاتين 25-16، شرم الشيخ 22-14، والغردقة 21-14، في الفيوم العظمى 19 والصغرى 9، وفي بني سويف أيضا 19-9، الوادي الجديد 20-7، وأسيوط 20-8، وسوهاج 20-9، قنا 20-10، الأقصر 21-10، وأسوان 21-11. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. شاذلي خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وبتقام فعاليات الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وبتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي، تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب ناميبيا مع منتخب مالي الساعة 7 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب تونس. 10 بالليل هيلتقي منتخب زامبيا مع منتخب المغرب. في نفس التوقيت مباراة منتخب تنزانيا مع منتخب الكونغو الديمقراطية. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب اليابان مع منتخب إندونيسيا الساعة 1:30. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب العراق مع منتخب فيتنام. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، النهاردة العالم كله بيحتفي باليوم العالمي للتعليم، واللي أقرته الأمم المتحدة هذا اليوم بيستهدف التأكيد على أن التعليم سبب رئيسي في تحقيق التنمية والسلام، كما أنه طبعا أحد أهم حقوق الإنسان. والسنة دي اليونسكو خصصت اليوم ده للتوعية بالدور المهم للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها في الفترة الأخيرة. يحتفل العالم في كل عام يوم 24 من يناير باليوم العالمي أو الدولي للتعليم، والذي أقرته الأمم المتحدة، ويستهدف التأكيد على أن التعليم سبب رئيسي في تحقيق التنمية والسلام، كما أنه أحد حقوق الإنسان. ويعود الاحتفال باليوم العالمي للتعليم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 2018 بتخصيص 24 يناير من كل عام احتفالاً باليوم الدولي العالمي للتعليم، وحيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام للتوعية بالدور البالغ الأهمية للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها مؤخراً. ونظراً لأهمية التعليم، ركزت الدولة المصرية جهودها للارتقاء بالقطاع التعليمي بمختلف تفاصيله، حيث خصصت الدولة ما يزيد على 1 تريليون جنيه من الموازنة العامة للإنفاق على قطاع التعليم خلال 8 سنوات السابقة بمعدل نمو بلغ 158% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها.
وخصصت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم 7094 مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي 108.917 فصلاً دراسياً. وارتفعت مخصصات التعليم الفني بنسبة 233% بإجمالي 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2014، وبلغت مخصصات التعليم الفني نحو 15 مليار جنيه فقط. وارتفعت معدلات فصول مدارس التعليم الفني بنسبة قدرها 8.7% بإجمالي تخطي 50 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022 مقابل 46 ألف فصل عام 2014. وتضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عدداً من الإجراءات والمحاور تتمثل في تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة جديدة وإنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص لتصل إلى 52 مدرسة في 14 محافظة. خلينا نروح مع حضراتكم لأسيوط تحديداً، واللي تم تنظيم معرض وسط الصعيد الزراعي بها، واللي بيضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور والشتلات وغيرها من الخدمات والعروض المميزة للمزارعين. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن المعرض ونرجع على طول. محافظة أسيوط تشهد انطلاق معرض وسط الصعيد الزراعي الذي يضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوى والأسمدة والبذور والشتلات. يشتمل المعرض على الأقسام الخاصة بمنتجات الأسمدة وأقسام شركات ومستلزمات المزارع وشبكات الري والطاقة الشمسية وقسم الأعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وأسمدة عضوية ومشات الفواكه وخضر. يتميز المعرض بتخصيص تمويل المشروعات والقروض الميسرة، بالإضافة إلى توفير فسائل نخيل متنوعة بأسعار أرخص من مثيلتها في الأسواق الخارجية. ويشهد المعرض حضور العديد من المزارعين والفلاحين نظراً للدعم الكامل الذي يقدمه لتمكين المزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح أسواق لها وتكثيف الندوات الإرشادية لتحقيق أقصى استفادة لهم. وعلى هامش المعرض يتم تكريم عدد من قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين في المعرض تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بالقطاع الزراعي. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم، حضرتك وجميع السادة المستمعين. يا أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أهلا بك يا فندم. لو حضرتك تكلمنا في البداية كده بشكل عام عن المعرض وأبرز الفعاليات اللي كانت موجودة فيه. أولا بداية طبعا بنوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه اللامتناهي طبعا لجميع قطاع الزراعة في مصر، ومع وزير الزراعة ومع اللواء عصام سعد على دعمهم للقطاع الزراعي في مصر عموما وفي أسيوط خاصة. أولا المعرض الزراعي ده حضرتك يعني يعتبر النسخة الثالث عام على التوالي بيتم فينا في أسيوط. شهد المعرض فعاليات كبيرة جدا الحمد لله، اللي كان الهدف منه طبعا عرض فكرة ورؤية وتبادل الأفكار والآراء والمعلومات والخبرات الزراعية بين العاملين في قطاع الزراعة، وكذلك برضه تكريم بعض المميزين من المديرين الادارات الزراعيه وبعض العاملين في ديوان المديريه وكذلك المزارعين. وبيحضروا طبعا ايضا الهدف منه ايجاد علاقات تبادليه بين اساتذه الجامعه ومراكز البحوث وبين الشركات العارضه ونقل الافكار الجديده في المجال الزراعي. المعرض حضرتك طبعا كان الهدف يعني منه اساسا ايضا كان فيه سبع مبادرات. الاولى كان نحو التوجه الزراعة العضوية بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات العضوية. المبادرة الثانية كان بيناقش استخدام الأسمدة الحيوية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وذلك بهدف زيادة خصوبة التربة ورفع إنتاجية الفدان من 30-40% وخفض أعداد شكار الأسمدة الكيماوية لكل فدان. المبادرة الثالثة حضرتك اللي كان بيناقش فيها المعرض تسويق المنتجات الزراعية للفلاح المصري، حيث يعاني بشكل مستمر من مشكلات تسويق منتجاته وليست لديه الآليات أو المعرفة لتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها. فالمعرض ده كان بيغطي المبادرة ديت.
بعد كده حضرتك المبادره الرابعه بالنسبه للمعرض كان عقد ورش لعمل بين التكتلات الزراعيه في صعيد مصر. عندنا بين تكتل في تكتل البصل وفي تكتل الرمان وفي تكتل النباتات الطبيه والعطريه. ايضا المبادره الخامسه طبعا دعم اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وامدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات علميه وفنيه وارشاديه طبعا، ومحاوله حل كل ما يواجهونه من مشاكل. طبعا كان في ترتيب جلسات بين جلسات عمل بين العربين من شركات الاسمده وعمل بروتوكولات تعاون بين الطرفين. المبادره السادسه حضرتك انشاء مشروعات جديده لشباب الخريجين سواء من كليه الزراعه او من غير كليه الزراعه، زي مشروعات المشاتل والدواجن وانتاج البيض ومشروعات الارانب وتسمين العجول والمواشي ومشروعات دبس الرمان ومستلزمات الانتاج الحيواني والتجيني. وكان موجود مكتب اتجاهات اصل لدراسات جدوى المشروعات لتقديم دراسه الجدوى للراغبين في عمل اي مشروع. المبادره الاخرانيه حضرتك كانت عن التوجه نحو استخدام الطاقه الشمسيه النظيفه وعلى رأسها الطاقة الشمسية وتقليل انبعاثات الكربونية. دي كلها كانت المبادرات اللي بيطرحها فكرة المعرض. أيضا أقيم حضرتك على هامش المعرض أكثر من 10 ندوات في اليوم الأول اللي هو كان 22 واليوم الثاني 23، كان بيناقش الاستراتيجيات المستدامة لمكافحة النماتودة، وكان بيحاضر فيها طبعا أساتذة من جامعة الأزهر ومن جامعة المنيا وأساتذة من الجامعات المصرية ومراكز البحوث. كان عندنا ايضا حضرتك في ندوات بروتوكولات لنجاح زراعه فسائل النخيل البلح. ايضا كان عندنا ندوات عن زيوت النباتات الطبيه والعطريه وفي مستقبل مصر في الزراعه. ايضا كان عندنا من ضمن الندوات والمحاضرات اللي تمت اثر الاقتصاد في دعم التحول للزراعه العضويه، ومحاضرات اخرى عن احدث التكنولوجيا العالميه لتاسيس المعامل الزراعيه والبحثيه واقتصاديات الزراعه العضويه بمنتجاتها بديله للكيماويات. طيب دكتور رضا اسمح لي، يعني حضرتك تحدثت عن المبادرات اللي اشتمل عليها المعرض، من ضمن اهم هذه المبادرات او الاهتمامات في المعرض هو مشروعات الخريجين زي ما حضرتك ذكرت. من خلال ايه؟ يعني هل من خلال تقديم ندوات دراسات جدوى؟ من خلال ايه بتساعدوا الخريجين؟ حضرتك في بعض الجهات كانت عارضه عامله دراسات جدوى مخصوصه لاي حد عاوز اي مشروع، سواء بقى في مجال البساتين، في مجال الانتاج الداجيني، في مجال الانتاج الحيواني، في مجال انتاج المواشي، على اساس ياخد دراسه الجدوى وهم بيدعموه اساسا فنيا وعلميا وماديا وبيسوقوا له المنتج بتاعه كمان. هايل. سواء للمزارعين او لشباب الخريجين. يعني بيبتدوا معاه من اول خطوه خالص لغايه التسويق، من اول دراسه الجدوى لغايه التسويق. بيبداوا معاه، بيقدموا له دراسه الجدوى وازاي حضرتك ان هو يعني يبدا المشروع بدايه من البدايه حتى تسويق المنتج. والتمويل. والتمويل برضو عندنا بعض البنوك الوطنيه في مصر هنا طبعا مش عشان ما نذكرش اسماء، كانت بتدعم بفايده صغيره جدا بالنسبه للي هيستمتعوا بهذه المشروعات اساسا يعني. برضه الجديد كان في المعرض حضرتك والساده المستمعين والمشاهدين ان الحمد لله النسخه الثالثه السنه دي من المعرض حضر فيه اكثر من 10 محافظات من مصر. السنه اللي فاتت كان في 3 محافظات او 4 فقط، كان عندنا من اسيوط ومن المنيا ومن سوهاج ومن الاقصر ومن القنا ومن اسوان ومن الغربيه، وناس جايه من اسماعيليه وناس جايه من اسكندريه، لما لاقى من نجاح في العام الماضي. وطبعا افتتحوا معالي الوزير اللواء عصام سعد اللي هو دايما يعني داعم القطاع الزراعي هنا في اسيوط، وقام بتكريم العديد من المزارعين لان هو بيشجع المزارع ودايما يعني في ظهر الجميع في اي مشكله بالنسبه للمزارع بيكون معانا هو اصلا. طبعا اضافه لمعالي وزير الزراعه السيد القصير طبعا بدعمه المستمر بكل ما يحتاجه القطاع الزراعي هنا في اسيوط وعلى مستوى القطاعات الزراعيه على مستوى محافظات مصر كلها اصلا يعني. جميل يا دكتور رضا، ومهم زي ما حضرتك ذكرت انه يكون في تبادل خبرات ما بين المزارعين في المحافظات المختلفه. حضرتك ذكرت انه المعرض في هذه النسخه كان فيه 10 محافظات مشاركه بخلاف النسخه السابقه كانوا 3 محافظات فقط.
تبادل الخبرات بين المزارعين اللي بيشتغلوا على الأرض مهم جدا. هل مثلا في حشرة معينة انتشرت في زراعة معينة فبالتالي بيتم تبادل الخبرات، كيفية القضاء ومكافحة هذه الحشرة، أساليب الري الحديثة، التقليل من استخدام المبيدات طبعا المضرة بكل تأكيد للنباتات، كل دي عوامل مهمة جدا أنه يتم تبادل الخبرات فيها بين المزارعين. شكرا جزيلا دكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط. طيب هنروح مع حضراتكم بقى لدراسة حديثة وغريبة في نفس اللحظة يا شاذلي. بص الدراسة بتقول ايه؟ دراسة حديثة بتقول ان في عدد كبير من الموظفين بيفضلوا البقاء في وظائفهم الحالية بدلا من التقدم الى المناصب الإدارية العليا، يعني مش عايزين ترقيات خلاص، ومش عايزين حتى يبقوا مديرين او يشتغلوا في اي وظائف إدارية كبيرة. والدراسة دي تمت في أمستردام واجريت على 1000 شخص في 34 دولة حول العالم. انا على فكرة انا مؤيد. انت مؤيد؟ انا معاهم للكلام ده فعلا. فكره ان الاصل خدي بالك ان الاداريات ما هياش سهله، يعني انا ممكن اكون شاطر في شغلي بس مش شاطر اداريا، ان انا اكون مسؤول يعني عن فريق عمل واداريا بس مؤشر اولا ان النجاح والتقدم في شغلك، بس يعني ممكن اكبر في نفس الحته بتاعتي، فهماني يعني انا اكبر في نفس. طيب خلينا نشوف الدراسه قالت ايه ونعرف تفاصيل اكتر من الدكتور رأفت شحاته استاذ الاداره واستشاري التنميه البشريه. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم باشا. يا اهلا بحضرتك. اهلا يا دكتور، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير يا فندم. ايه الاسباب يا فندم؟ ايه الاسباب اللي خلت عدد كبير من الشباب مش عايزين الترقيه؟ طيب هو الشباب اللي بيرفض التربيه في الترقيه في جزء منهم عنده حق وفي جزء منهم ما عندوش حق او ما عندوش طموح. اللي بيرفض الترقيه الفرق بين الموظف وبين المدير زي ما حضرتك تفضلت وانت بتتكلم، هي فكره إيه؟ عندي صفات معينه لو مش موجوده عندي ما ينفعش ابقى مدير. فربنا ما خلقش الناس كلها تنفع تبقى مديرين. الفرق بين الموظف والمدير، الموظف هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن التنفيذ فقط، لكن المدير مسؤول عن اخرين ومسؤول عن التخطيط ومتابعه التنفيذ. في صفه لو مش موجوده عند الشخص يفضل انه يعتذر عن الترقيه عشان ما يتقالش عليه كده لفظ بلدي بنقوله في مصر كده بيلق. يعني ايه بيلق؟ يعني مش مالي مكانه. الصفه دي بنسميها الحزم، وهي للاسف بنسبه 100% موروثه. احنا بنقسم شخصيات البني ادمين الى ثلاث انواع: سلبي وده ما ينفعش يبقى مدير لانه ما يعرفش ياخد قرارات، عنيف وده ما ينفعش يبقى مدير لانه بياخد قرارات تدمر المؤسسه، وحازم هو ده اللي ينفع يبقى مدير. فبالتالي لو انا شايف في شخصيتي اميل للسلبيه فانا يفضل ان انا اعتذر عن اي منصب قيادي. لكن في بعض الشباب بيتسموا بالحزم بس ما بيحبش المناصب القياديه عشان باللفظ البلدي عندنا عايز يكبر دماغه. ده في معناه في الاخر انه شخص او ممكن تأيده يا دكتور، يعني ممكن يحس ان المنصب الاداري ده بيأيده عن انه يبدع في الحته اللي هو موجود فيه. لا مفيش حاجه اسمها يأيده، احنا في الاخر الشخص لازم يكون عنده طموح. طب ما انت في الوظيفه انت كموظف عندك مسؤوليات، لكن انا لو قلت انا مش عايز ابقى مدير عشان ما تأيدش يبقى انا ما بحبش اتحمل مسؤوليه. وفي نفس الوقت ما عنديش طموح لان انا طب هفضل طول عمري موظف. الوحيد اللي مقبول بالنسبه له انه يفضل طول عمره موظف اللي ما عندوش ملكات انه يبقى مدير، فانا ما اقدرش الومه لانه لو بقى مدير هيفشل. لكن انا عندي ملكات ان انا ابقى مدير ناجح ومش عايز ابقى مدير ناجح عشان ما أيدش نفسي او ما اتحملش مسؤوليات فده شخص غير مسؤول. طيب يعني دكتور برضو حضرتك بتقول انه الحزم هي للاسف صفه موروثه، لكن اعتقد انه في ممكن البعض يعني الاشخاص ممكن ما تبقاش اكتشفت نفسها اصلا في مواقعها، يمكن لو اترقى بالفعل وجرب انه يكون في وظيفه قياديه او في منصب قيادي ممكن يكتشف نفسه، ممكن يتعلم من اخطائه مثلا. حلو السؤال ده يا جمانه، لانه بعض الناس يقول لك الراجل ده احنا كنا شايفينه سلبي بس احنا دلوقتي شايفينه حازم. لا هو ما كانش هو ما اكتسبش الحزم، هو الحزم كان عنده بس ما ظهرش غير لما ابتدى يتحط في المحك زي ما بيقول كده، فابتدى يظهر. لا ده بيعرف ياخد قرارات. ما هو لازم حاجه برضو نفكر، هو الحزم مرتبط بايه؟ الحزم مرتبط باربع حاجات. لو انا بعرف اعملهم فانا شخصيه حازمه، اللي هو اخذ القرارات، اخذ المخاطر، المواجهه وحل المشاكل. لو انا بعرف اعمل الحاجات دي كويس لازم الاربع عوامل دول يا دكتور. ما انت خدتي بالك هو هم الاربعه، يا اما هيبقوا عاليين يا اما هيبقوا واطيين. عاده ما تلاقيش واحده منهم عايز، اللي بيعرف ياخد قرارات بيعرف يحل مشاكل.
اللي بيعرف ياخد قرارات ويحل مشاكل بيعرف يواجه. اللي بيعرف يعمل الثلاثه دول عاده بيبقى قلبه جامد بياخد القرار. جزء كبير كمان من الموضوع يا دكتور اعتقد يعني انه لازم يكون عنده مرونه في التعامل. هي دي صفه مطلوبه لكل الناس سواء للموظف او للمدير. لكن اكثر الحاجات اللي بيتسم بيها المدير ولازم تنجحه هي فكره القدره على التخطيط، لان الموظف ما بيخططش، الموظف بينفذ. مين اللي بيخطط؟ هو المدير او القائد يعني. ولو نفتكر مثلا الاب الروحي للاداره الحديثه قال جمله حلوه جدا، قال لك الاشجار تموت من القمه، يعني المؤسسه بتموت لما تجيب لها قائد فاشل او مدير فاشل. فعشان كده احنا دايما لما نيجي ناخد مدير لازم يكون عنده قدره على التخطيط عشان يقدر يحرك المؤسسه لقدام. هي دي الفكره. يعني جورباتشوف دمر الاتحاد السوفيتي ازاي؟ كان بيحط فوق كل مؤسسه شخص فاشل، شخص فاشل. فبيحصل ايه في المؤسسه؟ المؤسسه بتقع. طيب دكتور في نفس الوقت برضو يعني لو اتكلمنا بقى على الدراسه دي تحديدا، يعني اعتقد انه الشخص اللي بيفضل في مكانه بيرفض المناصب القياديه ان هو يتقدم حتى في شغله، هو بيفضل مكانه برضه، يعني مفيش اي ميزه اضافيه ممكن يحصل عليها لو فضل في مكانه لفتره. بس هقول لك بره في امريكا وكندا في حاجه مش موجوده عندنا في مصر، عشان كده بتخلي بعض الشباب يعملوا اللي حضرتك بتقوليه. بالقانون في الكندي والامريكي، ما انا ما اعرفش في اوروبا ولا لا نفس الفكره، لكن القانون في امريكا وكندا بينص على انه مرتبك ما يزيدش عن مرتب الموظف اللي تحتك ماكسيمم ب 5%. يعني انا دلوقتي لو مرتبي 10 جنيه وبقيت دلوقتي مثلا مدير، مرتبي هيزيد 5% يعني هبقى 10.5. فبعض الناس اللي هم ما عندهمش طموح يقول لك طب انا عايز بنفسي ليه؟ ما خليني موظف وخلاص. وبعدين خلي بالك لما بتترقي بره الضرايب عليك بتعلى قوي، فانت بعد ما تتشال منك الضرايب تلاقي نفسك قربت قوي من دخل الموظف اللي تحتك، وهو مسؤول عن نفسه وانا مسؤول عن مجموعه. بس اللي بيفكر بالمنظر ده شخص ما عندوش طموح. يعني كل اكيد طبعا، لانه في الاخر طب ما انا ماشي، انا اخذت خطوه بترقيت بعدها ترقيت بقيت بقى بعد كده مدير الشركه، لا ده ساعتها مرتبي يبقى رقم كبير جدا. وعايز اقول لك في مصر انا بشتغل مع بعض الشركات، في احد الشركات صدقيني ده حصل فعليا، حد مهندس هو بيشتغل سيلز انجينير رفض انه يترقى لان البونص اللي بياخدها وهو سيلز انجينير اعلى من البونص اللي بياخده لما يبقى مدير، فضحى بالترقيه وبالمستقبل عشان الفلوس. طب ايه تعليق حضرتك على الموقف اللي زي ده؟ ما انا هلومه في حاله واحده بس، لو هو موهوب في الاداره وعمل كده. لو هو مش موهوب في الإدارة يبقى من عند ربنا، اللي هو خلاص هو الراجل مش موهوب في الإدارة وفي نفس الوقت وظيفته كبياع تجيب الفلوس أكتر من وظيفته كمشرف بيع أو كمدير بيع، فخلاص خلاه في الحتة اللي هي جايبة له فلوس كتيرة واللي متمشي مع مستقبله، سوري ماشية مع طبيعة شخصيته. لكن لو الراجل ده موهوب في الإدارة لا، اتحط عليه علامة استفهام ويتقال إن الراجل ده مش ما عندوش أي طموح. طب دكتور رأفت ممكن يبقى في مثلا ورك شوبس او ورش عمل مثلا لتأهيل الشخصيات القياديه، ممكن يبقى في حتى بعض الصفات او السمات اللي ممكن اكتسبها؟ اه طبعا في مهارات كتيره يمكن اكتسابها للاداره، زي مهارات التخطيط، زي مهارات التحليل، زي مهارات قياده الناس، زي مهارات التوجيه. ما دي كلها مهارات. انا دلوقتي عشان ابقى مدير لازم اعرف اخطط، لازم اعرف احلل، لازم اعرف اوجه الناس اللي تحتي، لازم احفز الناس، كل دي مهارات بيكتسبها الشخص. لكن فكره الحزم هي دي طبيعه الشخصيه. في شخصيات تنفع، يعني الرئيس السادات لو تاخدي بالك من هو صغير بالتاريخ بيحكي ان هو كان بيحرك اخواته وبيقول لابوه انا عايز ابقى القائد بتاعه. هو في شخصيات بتبقى قياديه بطبعها. الله ينور عليكي. فهو لو انا ما عنديش هذه المهاره وما عنديش هذه السمه لا يبقى اعتذر عن المنصب الاداري. لكن احنا في مصر اي واحد طالما قدمت في الوظيفه لازم اترقى. لا مش يعني وضحت الفكره. احنا للاسف طبعا انقطع الاتصال، لكن بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور رأفت شحاته استاذ الاداره والتنميه البشريه. واضح انه لا مش لازم الشخص يترقى يا شاسل. انا برضو شايف كده، انه برضو حتى ما زلت عند موقف اني عادي ممكن افضل زي ما انا في مكاني واكبر في مكاني، لكن مش لازم امسك تايتل. طبعا هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر. لكن دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. من جانبه اعتبر الرئيس الروسي المشروع رمزا للتعاون الروسي المصري. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين. وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول، وأشار إلى أن ماكجورك سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين. وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه غير مقبول. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها. وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بصاروخ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم شرق جباليا. يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال محيط مدرسة مصطفى حافظ بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مرارا خطابا انتخابيا للرئيس جو بايدن. وخلال خطاب ألقاه في تجمع انتخابي بولاية فيرجينيا قرب واشنطن، اضطر بايدن للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. The reason women are being forced to travel across state lines for health care is Donald Trump. The reason their family members are trying to get help, them to are threatened with prosecution, is because of Donald Trump. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة نفذت ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل مسلحة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد الجنود الأمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا. وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على 8 أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدمير 25 منشأة لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخا ومسيرات ورادارات للحوثيين منذ 11 يناير الماضي الجاري. وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل على الصعيد الدولي والإقليمي لمنع توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهدف من الضربات في اليمن هو ضمان حرية الملاحة الدولية. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح لهيئة الدواء المصرية اللي حذرت من استخدام مستحضرات تقشير الجلد بشكل خاطئ، وقالت إن ده ممكن يسبب ضرر للبشرة خصوصا إذا كانت المنتجات بتحتوي على تركيزات عالية من حمض الجلايكوليك أسيد أو الساليسيليك أسيد، ودي يعني بتبقى خلينا نقول ان هي بتبقى احماض موجوده في المنتجات دي. شاذلي انا مش فاهم طبعا، انا عايز افهم دلوقتي من الدكتوره مي سمير استشاري الامراض الجلديه والتجميل اللي معانا. يا دكتوره صباح الخير. صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ يا اهلا بحضرتك. طبعا انا مش فاهم اي حاجه من المواضيع دي، فاعذريني. يعني هو ليه اصلا ممكن البنات تتجه لتقشير البشره؟ بص، طبعا الناس يعني في حاجات امراض فعلا بتبقى محتاجه تقشير البشره، وفي ناس تانية بتقول لك لا عايزه وشي يفتح الكلام ده كله. يعني في امراض زي الميلازما، الكلف، النمش، ممكن بيحصل فيه تصبغات من موضوع الشمس، الناس ما بتحطش صن بلوك مناسب، فكل الحاجات دي ممكن تعمل فعلا تصبغات، بنكون محتاجين نستخدم حاجات تقشير. بس انت عارف دلوقتي السوشيال ميديا والجروبس بتاعت البنات، وواحده راحت للدكتور فتقول لصاحبتها انا استخدمت برودكت مناسب جدا، ده اللي بيعمل لنا مشاكل وبيخلي ممكن ناس تعجلنا بكوايس مش مشاكل بس. طيب خلينا برضو نعرف منك يا دكتور ايه المشاكل اللي ممكن تسببها يعني التركيزات العالية زي ما كنا بنتكلم من حمض الجلايكوليك أسيد اللي بتبقى دايما موجودة في منتجات التقشير. ممكن نوصل لحروق، لدرجة حروق. هي دي المشكلة. طب لأن في ناس بتستخدمها بطريقة غلط، يعني في حاجات مكون يعني برودكت ممكن او منتجات يبقى فيها الجلايكوليك اسيد والسلسليك اسيد بس تبقى مناسبه لبشرتك ويبقى فيها تركيزات معينه. يعني بلاش نكتب، يعني في ناس مثلا بتعمل تو برودكت او تو منتجين على بعض، دوت بيعمل مشاكل جامده جدا، ممكن التصبغات بتزيد، ممكن يحصل التهابات شديده، ممكن توصل لدرجه الحروق، ممكن يحصل تورم في الوش، ممكن يحصل مشاكل كتير. يعني ناس بتستهين بالموضوع ده بس احنا ممكن يحصل كوارث. طب على الجانب الاخر بقى، في وصفات يا فندم، اعشاب بقى على توابل على حاجات يعني غريبه كده. يعني انا امبارح كنت في العياده لقيت حد بيقول لي انا بحط زيت زيتون على ملح على وشي عشان الحبوب. قلت له زيتون زيت زيتون وملح على وشك؟ لا ده كده انت بتعك الدنيا. ففي ناس بتقعد تقول وصفات، ده ممكن يضر البشره. انت مش ممكن تضر البشره، انا مش عايزه اقول لك هو العيان ده جاي لي عامل ازاي، وشه تقريبا مسلوخ. يعني فالموضوع دوت اللي لازم لما نكون عايزين نستخدم اي حاجه طبيه او اي برودكت نلجا للدكتور. يعني ممكن يكون كانت حاجه بسيطه دكتور وهو ضر نفسه اكتر باستخدام الخلطه دي. هي كانت الموضوع اللي عنده حاجه بسيطه جدا 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 بالتركيبه اللي هو عملها، حد من صحابه شاير عليه بالتركيبه دي فبوظ له الدنيا خالص. بدل ما هو كان العلاج بتاعه هيحتاج اسبوعين، هو العلاج تقريبا بتاعه هيحتاج من شهرين لثلاثه. طيب دكتور خلينا برضو يعني نعرف من حضرتك، لانه في ناس كتير جدا هم شايفين انه التقشير من افضل الوسائل زي ما حضرتك قلتي معالجه كل مشاكل البشره او معظم مشاكل البشره، هل هناك وسائل امنه للتقشير؟ وهل في بشره ممكن تكون تحتمل التقشير اكتر من بشره اخرى؟ بصي دلوقتي المنتجات بقت فيها فرايتيز كبيره جدا، حاجات مختلفه اللي ممكن حاجات للبشره السنسيتيف جدا الحساسه، وفي ممكن حاجات للبشره اللي فعلا محتاجه علاج. فالمنتجات دلوقتي بقت موجوده وفيها كل حاجه. التقشير فعلا من الحاجات المهمه جدا للبشره، ان هو بيجدد الخلايا، بيشيل الخلايا الميته، بتحس ان وشك شكله حلو، والستات طبعا بقوا بيحبوا الموضوع ده، عايزه وشها شكله حلو وطبيعي ما فيهوش اي مشاكل. بس تستخدم البرودكت المناسب او المنتج المناسب لبشرتها. مين اللي هيقدر يحدد الموضوع ده؟ الدكتور المختص. ما تروحش هي الصيدليه تقول له انا عايز كريم يقشر لي وشي او عايز حاجه تظبط لي الدنيا. يعني في ناس بتروح تقول للدكتور في الصيدليه انا عايزه حاجه تشيل لي كل الكلام ده، فالدكتور الصيدلي مع احترامي طبعا ليهم بيديها الحاجه اللي هو ممكن عارفها او الحاجه اللي سامحها، بس الحاجه دي ممكن ما تناسبهاش. وطبعا في حاجات تحضيريه بلاش الناس تستخدم الحاجات التقشير البارد او الكلام ده في البيت، لان في ناس برضه الوصفات تقول لها طب احنا هنجيبه ونستخدمه مع بعض. الحاجات دي بتتحط بطريقه معينه بتركيز معين على البشره عشان ما تعملش مشاكل. طيب دكتوره، طول عمرنا بنسمع ان اشعه الشمس مفيده للبشره بشكل عام،
لكن الفترة الأخيرة بدأنا نكتشف أنه غالبية الستات والبنات لازم هم خارجين يستخدموا السان بلوك، مع أنه كان ده بتاع المصايف بس، لكن دلوقتي بقى ده الطبيعي. طب وليه الرجالة لا ما تستخدمش؟ ليه ما الرجالة لازم تستخدم السان بلوك كمان؟ الستات والرجالة لازم يستخدموا السان بلوك. صعب. ليه؟ لأن في صعب قوي ده يا فندم. لا لا دلوقتي بقت في حاجات ما بتخليكمش ولا وشكم ابيض ولا في اي مشاكل، وفي حاجات سبراي دلوقتي كمان لازم الستات والرجاله يستخدموا الصن بلوك. ليه؟ لان الصن بلوك اشعه الشمس مش مضره، بس من 10 ل4 الاشعه دي مضره جدا. ودورينج الدي في نوع من الاشعه الالترا فايلوت او اليو في بي او اليو في اي، في انواع منها بتبقى مضره، دي اللي ممكن تعمل تصبغات، ممكن تعمل حروق، ممكن. وانت عايز دلوقتي احنا يعني لغايه دلوقتي احنا ما شفناش شتاء، فمصر دلوقتي بقى صحيح. فيها الجو شمس على طول الوقت. لكن حتى لو الفتره دي يا فندم، حتى لو الفتره دي مضره، انا ممكن يعني احاول اتجنب الخروج في الشمس ولا اني احط صن بلوك. طب دكتور ممكن بقى يعني سريعا جدا، ممكن الرجال كمان يعني تلجا لوسائل تقشير بما انه بيسال على الصن بلوك؟ الرجاله بقت بتعمل كل حاجه، بتحط روتين لبشرتها، ومش عايزه اقول لك ان الستات والله بقنعه يا دكتور، والله لازم اكتر من الستات بقنعه. والله يا دكتور بشكرك شكرا جزيلا، دكتور باي السبيل استشاري الامراض الجلديه والتجميل، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. دلوقتي طبعا هنروح نتعرف على اول منصه رقميه وتطبيق محمول في الشرق الاوسط للفنانين من كل التخصصات. المنصه دي اسمها بسيطه لايف، بتعرض الأعمال الفنية والموسيقية للفنانين والمغنيين والموسيقيين وصناع الأفلام والرسوم المتحركة وغيرهم كمان من المبدعين. إيه حكاية منصة بسيطة لايف؟ ده اللي هنعرفه من مؤسستها ريم قاسم المنورانة دلوقتي عبر تطبيق زوم في صباح الخير يا مصر. ريم صباح الخير عليكي وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. اهلا بيكي. يعني أهلا منصه بيك. رقميه ابلكيشن في الشرق الاوسط للفنانين في كل بقى التخصصات لعرض اعمالهم عالميا ومجانا. الفكره جات لك منين؟ كان ايه اللي حركك عشان تؤسسي ابلكيشن او منصه زي دي؟ اول شيء انا مهتمه جدا بالقطاع الثقافي، باستدامه القطاع الثقافي من اكتر من 10 سنين، وكان موضوع دايما شاغل بالي ازاي الفنانين والمسارح والمؤسسات الثقافيه يبقى عندها مصدر دخل ثابت تقدر تعتمد على نفسها منه. إنما طبعاً اللي حركني أكتر هو وقت الكورونا، لما المسارح قفلت وبقى ما فيش أي وسائل للتواصل مع الجمهور، وبدأ بعض الفنانين يحطوا المحتوى الثقافي والفني بتاعهم أونلاين مجاناً للجمهور. وطبعاً إحنا أكيد فاهمين العالم الافتراضي فيه تحديات كتيرة جداً، زي مثلاً تدخلات الألغوريثمز وتدخلات عدد الفيوز والناس بتقدر تحصل على إيه وما تحصلش على إيه وهكذا. فأنا فكرت أني أعمل أوفر أداة للفنانين والقطاع الثقافي عامة أنه يقدر يتواصل مع الجمهور بشكل دايركت وشفاف، يحافظ على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المحتوى بتاعهم، ويقدروا منه أنه يحققوا دخل ثابت يقدروا بيه أنه يمولوا المشاريع بتاعتهم أو أنه هم يقدروا يستقلوا بعملهم كفنانين. طيب ريم، هل ده مؤشر لأن المسرح الافتراضي هيكون هو اللي جاي؟ لا. احنا في بسيطة، انا واحدة من 3 مؤسسين لبسيطة، احنا الثلاثة شايفين انه العالم الافتراضي لا يمكن ابدا انه هو يبقى بديل للفعاليات الحية، لانه طبعا احنا عارفين اكيد طبعا دكاترة علم النفس هيقدروا يقولوا لنا اكتر انه قد ايه الفعاليات الحية دي مفيدة جدا لتطوير الإنسان وتطوير مهاراته الشخصية طبعا. إنما إحنا العالم الافتراضي هو بس بديل وتمكين للي مش قادر يوصل للفعاليات الحية، وممكن يكون هو زي محتوى هادف، إنه بدل ما حضرتك تخش على منصات أخرى تتفرج على محتوى معين، ممكن تقدر تلم العيلة كلها وتخلي الأطفال يتفرجوا على فيلم قصير أو يتفرجوا على فيلم وثائقي أو عرض مسرحي أو أي شيء آخر يكون محتوى ثقافي هادف بيعرفهم بثقافة بلدهم أو
ثقافات اخرى تانية. كمان احنا بنروج لفكره كمان المغتربين المصريين او غير المصريين اللي قاعدين في بلاد اخرى ما عندهمش الفرصه ان هم ينزلوا يروحوا دار الاوبرا ولا مكتبه اسكندريه ولا اماكن اخرى، يقدروا يبقوا في التواصل مع ثقافه بلدهم وتواصل مع المحتوى الفني والثقافي اللي جاي من بلدهم. طب غيرها من الاشياء الاخرى. طيب ريم، انت كلمتي عن نقطه مهمه جدا وهي المحتوى الهادف. هل افهم من كده انه بيتم اختيار مثلا المحتوى اللي بيعرض على بسيطه لايف؟ وكمان اتكلمتي على فكره ان هم ممكن يقدروا يحققوا دخل، فلو تقولي لنا طريقه استخدام الابلكيشن ازاي؟ اوكي، هي الابلكيشن او المنصه، اي فنان او اي مسرح او مؤسسه ثقافيه يقدر يعمل عليه حساب. احنا عندنا ثلاث انواع من الحسابات على بسيطه لايف وهي مجانيه تماما. حساب كفنان او حساب كمؤسسه او مسرح وحساب كجمهور. لما الشخص بيعمل حساب كفنان او مؤسسه بيتفتح له داشبورد مختلفه تماما وتقنيات مختلفه تماما عن طبعا الشخص اللي بس داخل بهدف انه يتفرج على محتوى. لما الفنان بيخش على المنصة بيقدر يعمل فعالية حية، يعني يبثها حي in real time، أو يقدر يحط محتوى مسجل مسبقا، ويقدر يختار سعر التذكرة ويختار عدد الجمهور ويختار حتى المناطق اللي عايز المحتوى بتاعه يظهر فيه. عندنا جيو بلوكينج كمان، ويقدر يعمل ديسكاونت كودز، يقدر يدي كودز مجانية ويقدر يبدأ يسوق المحتوى بتاعه. عندنا تقنيات كمان كتيرة بتساعد الفنان ان هو يعمل فند ريزنج، جمع الاموال للمشاريع بتاعته، انه يقدر يعمل تسويق، يعني بندي ريفيرال لينكس لو هو عايز يدي اللينك لانفلونسر او شخص يساعده في التسويق، او حتى مؤسسة تحط الاعلان عندها في النيوزلتر ويقدر يعرف من خلال الستاتستكس او التقارير والاحصاءات بتاعه المنصه مين قدر يساعده في بيع كام تذكره وعن طريق انهو منصه. فبيقدر يحصل على بيانات دقيقه تخليه يقدر يعمل خطط استراتيجيه مظبوطه للاعمال الفنيه المستقبليه. طبعا بنشكرك جزيل الشكر، فكره طبعا يعني الحقيقه محترمه جدا، وبتشجع كمان المبدعين على ان هم يبتدوا يخرجوا مشروعاتهم لنور ويبدعوا في مشروعات اخرى. بشكرك شكرا جزيلا ريم قاسم، مؤسسه منصه بسيطه لايف للفنون. دلوقتي هنروح لهاله ومعاه مجموعه كبيره من الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه وابرز استعدادات منتخبنا طبعا في البطوله الافريقيه. هاله اتفضل. شكرا شاذلي، واكيد طبعا كواليس تدريب المنتخب الوطني واخبار رياضيه كتير. اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. المنتخب الأولمبي خسر من منتخب السعودية بنتيجة 2-1 ضمن معسكر إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أحرز هدف مصر أسامة فيصل، بينما أحرز هدفي السعودية صالح أبو الشامات وعبد الملك الجابر. محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر سافر لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، وده بعد ما كشفت الأشعة والفحوصات اللي خضع ليها الشناوي بكوت ديفوار عن حاجته لعملية جراحية في الكتف، ويحتاج الحارس الدولي فترة علاج ممكن توصل لأربع شهور من أجل التعافي. لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي المصري اختارت أمين عمر لإدارة مباراة تنزانيا والكونغو المقرر لها يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، بينما هيقود محمود عاشور كابينة الفار. ومنتخب أنغولا حقق فوز صعب على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. منتخب موريتانيا فاز على منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية. وبالنتيجة دي بيتواجد منتخب موريتانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 2. منتخب السنغال فاز على منتخب غينيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا. تواجد منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، منتخب غينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
ومنتخب الكاميرون اتأهل لدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بالفوز على منتخب جامبيا بالنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا. منتخب مصر لكرة اليد فاز على المنتخب الأنغولي بنتيجة 37-25 بربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر باستاد القاهرة، وبكده بيتأهل منتخبنا الوطني للمربع الذهبي وبطولة العالم القادمة 2025. كمان حصل لأحمد عادل لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد على لقب أفضل لاعب في مباراة فوز منتخب مصر على منتخب أنغولا بنتيجة 37-25. وكمان امبارح منتخب تونس لكرة اليد فاز على المنتخب الغيني بنتيجة 37-24 بدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تأهل تونس للمربع الذهبي لمواجهة الفراعنة في نصف النهائي. منتخب مصر بدأ امبارح الاستعداد لمباراة دور ال 16 اللي لسه ما تحددش هنواجه فيها مين. أداء منتخبنا الوطني في بطولة أمم أفريقيا بيتطور في كل مباراة، وطبعا بنأمل في الفوز والصعود لأبعد المراكز في البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هنفوز بيها. عايزين نعرف أكتر تفاصيل وكواليس استعداد منتخب مصر مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير أستاذ عبد الحميد. صباح الخير يا استاذه، صباح الخير على كل مشاهدي التلفزيون المصري. عايزينك تكلمنا كده عن كواليس اللي بيحصل في المنتخب والتدريبات اللي كانت بتحصل امبارح. في البدايه طبعا كان تاهل يعني بشق الانفس، كتاهل ما كانش بيرضي جماهير الكره المصريه والمتابعين. 3 نقاط بثلاث تعادلات، المنتخب استقبل 6 اهداف في دور المجموعات، وديت نتيجه كبيره او ارقام كبيره ما تصحش ابدا لمنتخب كبير زي منتخب مصر. ولكن لما بنبص على اجواء البطوله بشكل عام نقدر نقول ان احنا كويس ان احنا تاهلنا، مش عايز اقول دوت بس، لان فعلا في مفاجات كثيره جدا في البطوله. خروج المنتخب الغاني بالامس، خروج المنتخب الجزائري، وهم اسماء كبيره في الكره الافريقيه، مفاجات على مدار البطوله. منتخب زي منتخب التونسي بيخسر من ناميبيا، منتخب غينيا الاستوائيه بيحقق مفاجات، كوت ديفوار اللي هي مستضيفه البطوله نفسها تخسر بنتائج كبيره. فخلى الاجواء بتقول ان لا، ان في تغيرات، في اجواء مختلفه في البطوله دي. فالحمد لله اولا ان احنا تخطينا العقبه الاولى وتاهلنا. المنتخب بالامس كان راحه، ما كانش فيه تدريبات. المدير الفني اختار ان هو يدي فرصه لالتقاط الانفاس للعيبه بعد التاهل عن دور المجموعات، وكان في تجمع جميل كده، عزومه عشاء بالليل للسيد خالد الدرندلي المصاحب للبعثة وللبعثة بشكل كامل. حضرها بالمناسبة هذه العزومة أو وجبة العشاء دي محمد صلاح قبل ما يسافر، وكان زي وداع لي قبل ما يغادر البعثة. وكان أيضا في العصر بالأمس كان غادر محمد الشناوي للبعثة. الحمد لله 25 لاعب الباقيين كلهم سلام، كلهم جاهزين، هيبدأوا بقى النهاردة استعدادات من جديدة لمباراة دور ال 16 إن شاء الله. طيب استاذ عبد الحميد، تفتكر اثناء التدريبات امبارح ايه ممكن يكون نوع التوجهات او التوجيهات اللي اتكلم فيها فيتوريا مع لاعبي منتخبنا الوطني؟ شوف، عايز اقول لك على حاجه، هو مؤكد ان فيتوريا بيدور دايما في راسه فكره او نظريه ازاي تصحيح اخطاء الدفاع، لان احنا سجلنا 6 اهداف، ده مقبول. يعني فكره الشق الهجومي لمنتخب مصر مقبوله ومقبوله جدا، حتى التركيبه الهجوميه ما تحت راس الحربه انه يلعب بمرموش ولا تريزيجيه، ممكن يلعب بزيزو ولا مصطفى فتحي، ممكن يستغل لاعب في نص الملعب يبقى متاخر شويه زي امام عاشور، ولا يستغل مرموش. كل الافكار دي افكار مقبوله، ولكن هو يعني ممكن يبدا يدرب اللعيبه على جمل فنيه جديده مثلا؟ لا، ده هيكون محتاجين ان شاء الله بدايه من التدريبات من النهارده لحد مباراه دور ال 16. اعتقد ان هو هيستدعي اما تغيير احد قلبي الدفاع، او ان هو يحاول يبقى فيه تقفيل شويه او تمركز مختلف عن اللي لعب بيه في الـ3 مباريات السابقه. طيب عايزين نعرف برضو اكتر عن تفاصيل اصابه الشناوي، ومين هيكون الاقرب لخلافته في المباريات الجايه؟ هل هيكون ابو جبل الاصابه هل مؤثره عليه بشكل كبير ولا لا؟
خلينا طبعا نتمنى له السلامه والشفاء. هو اولا الاصابه المبدئيه او الاشعه المبدئيه اللي طلعت خلع في الكتف، وان كان بعض التقارير الطبيه الاخرى وتحديدا دكتور اشرف محرم لما اتكلم قال ان ربما مع الخلع ده يكون في كسر، بس ده هيتصح اكثر او هيظهر اكثر بعد سفر اللاعب ووصوله اليوم الحمد لله الى المانيا للخضوع بقى لاحد الاطباء المتخصصين في القصه دي. اتخيل ان غياب محمد الشناوي هيبقى من 3 شهور فما يزيد. احنا عارفين ان الشناوي عنده من الاصرار والعزيمه اللي يخليه في التاهيل يحاول يسرع شويه من رتم العوده، بس احنا نتمنى له بس الاول الشفاء ويرجع ان شاء الله بسلامه الله. وهنشوف بقى الدكتور في المانيا هيحدد بالظبط مده العلاج او بروتوكول العلاج اللي بيحدده. اعتقد مش هتقل من 3 إلى 4 شهور هيغيب محمد الشناوي. بخصوص البديل بتاعه طبعا احنا شفنا اخر دقيقه لعبها محمد ابو جبل ونزوله كبديل. انا شايف ان كان ترتيب حراسه المرمى اللي احنا متوقعينه او شايفينه ما قبل البطوله كان تركيز جدا من الجهاز الفني على الشناوي بشكل اساسي، ومن بعده بشكل متساوي ابو جبل ومحمد صبحي. حتى المباراه الوديه لعبها محمد صبحي. اعتقد ايضا ان بفارق الخبرات ربما ابو جبل يبقى هو اللي هيلعب وهو ده اللي شارك في اخر دقيقه، ولكن مع فيتوريا ممكن نشوف اي حاجه ما بين محمد ابو جبل او محمد صبحي. طيب يمكن كان ملحوظ بشكل كبير المشاكل الدفاعية اللي كانت في المنتخب الوطني في المباريات اللي فاتت، تفتكر ممكن معالجة من وجهة نظرك معالجة المشاكل الدفاعية دي ازاي؟ وهل فيتوريا ممكن يستعين بياسر إبراهيم الماتش الجاي؟ دي حقيقة أنا متفق معاك فيها. الأزمة إن حجازي راجع بإصابة طويلة، فكرة البطء شوية بين حجازي وبين المهاجمين السرعة جدا في معظم المنتخبات الأفريقية مخلية في أزمة. محمد عبد المنعم كمان مش في أحسن مستوياته. أعتقد إن اللجوء لحل ياسر إبراهيم على أحد العنصرين دول سواء حجازي أو عبد المنعم ممكن جدا تكون في رأس فيتوريا. زي ما قلت لك هو الأزمة الأساسية بالنسبة له هو علاج القصور الدفاعي وعلاج الأزمات اللي ظهرت في الـ3 مباريات الماضية من خلل دفاعي موجود في المنتخب المصري. أنا بشكل شخصي أعتقد إن ياسر إبراهيم ممكن لو هينزل على حساب حجاز، ولكن من رؤيتي العقلية فيتوريا ودماغه وتفكيره صعب إنه يغير في قلبية الدفاع. هو ممكن يعمل تمركز دفاعي مختلف ويسيب حجازي وعبد المنعم زي ما هو. طب كلمنا عن منافس منتخبنا في الدور الـ 16 ومين الأقرب لينا؟ طيب احنا طبعا عارفين الاول ان مباراتنا خلاص هتبقى يوم الاحد اللي جاي، ولكن هي لسه المنافس لم يتحدث حتى هذه اللحظه. هيكون ثاني المجموعه السادسه. المجموعه السادسه فيها منتخبات المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. المباريات بتاعتها هتتحدد كلها وهتتحسم النهارده ان شاء الله. اعتقد الفرصه متاحه لكل المجموعات او لكل المجموعه. المغرب هتكون بتلعب زامبيا وتنزانيا بتلعب الكونغو. المؤشرات بتقول ان الكونغو هي الاقرب. يعني المنطق بيقول ان الكونغو هيفوز على تنزانيا والمغرب هتفوز على زامبيا، وبالتالي فالكونغو هتبقى في المركز الثاني وهنقابلها. فالمؤشرات كلها بتتجه نحو مباراه مصر والكونغو يوم الاحد المقبل ان شاء الله. وفي حاله تخطي الكونغو، احنا مش عايزين نسبق الاحداث شويه، هنكون بنقابل الفايز من غينيا الاستوائيه وغينيا في مباراه دور الثمانيه. طيب في ضوء كل اللي انت بتقوله لي ده استاذ عبد الحميد، شايف ان لاعبين منتخبنا قادرين على عبور دور ال 16 ودور الثمانيه في ظل كمان غياب نجم كبير زي محمد صلاح؟ مؤكد طبعا. احنا عندنا زي ما قلنا 25 لاعب كلهم هم الافضل موجودين في الكره المصريه في الوقت الحالي. انا ما بلومش او الظهور اللي مش مرضي لمنتخب مصر ما بلومش عليه اللعيبه في الـ3 مباريات الماضيه، بيتحمل الجزء الاكبر منه المدير الفني. في حالة تصحيح الأخطاء من المدير الفني، من تمركز في خطة اللعب، من الأداء، من إدارة المباراة، أعتقد المنتخب هيظهر بشكل أفضل. عندنا لعيبة من العناصر المميزة جدا، مصطفى محمد، زيجي، مرموش، عندنا في نص الملعب أكثر من اسم، عندنا النني، مروان عطية، عندنا إمام عاشور، في أسماء كتيرة جدا تساعد إن المنتخب يقدر إن شاء الله يتخطى هذه العقبة. مهم جدا بس سير المباريات هيمشي إزاي. إحنا مش عايزين نسبق الأحداث، زي ما قلنا النهارده ختام دور المجموعات، تتضح الصوره اكتر واكتر ونعرف دور ال 16 ونعرف طريقنا لحد اخر البطوله لفين. اعتقد بعدها المنتخب ممكن يبقى باداء افضل شويه.
ان شاء الله يا رب، وبنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. وبنشكرك استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع تاني لتكمله فقره صباح الخير يا مصر، ابقوا معنا. رسميا النهارده بينطلق اهم حدث ثقافي في مصر، معرض القاهره الدولي للكتاب، تاني اكبر معرض للكتاب على مستوى العالم. للسنه دي هيشهد مشاركه دوليه ومحليه هي الاكبر، بنحو 1200 ناشر و70 دوله وفعاليات وانشطه كتير جدا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه الدوره من معرض القاهره الدولي للكتاب مع الاستاذ محمد نبيل الكاتب ورئيس الاداره المركزيه للنشر بالهيئه العامه للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على كل المصريين. صباح النور يا فندم. صباح الخير. يعني حابين نعرف من حضرتك، احنا كل دوره من معرض الكتاب بيكون فيه جديد، ايه الجديد في هذه الدوره؟ الحقيقه الجديد يعني خلونا نقول برضو ان كون تنظيم مصر 55 دورة متتالية لمعرض الكتاب، هذا ليس بحدث ثقافي محلي أو إقليمي، ولكنه في الحقيقة حدث عالمي. زي ما قال أستاذ محمد، إحنا تاني معرض على مستوى العالم، هذا يعني تاريخيا، إنما على أرض الواقع إحنا وليس كلاما عن تاريخ، إحنا فعلا أول معرض، أكبر معرض على مستوى العالم، أكبر معرض من حيث المساحة، إحنا 80,000 متر مربع، أكبر معرض من حيث عدد الزوار، إحنا 3.5 مليون زائر سنويا، ومرشح زيادة هذا العدد العام إن شاء الله أو هذه الدورة. إحنا أكبر معرض من حيث الناشرين، إحنا 1200 ناشر، أكثر من 5250 عارض، إحنا 70 دولة بتشترك معنا من كل أقطاب الأرض أو من كل يعني نواحي الأرض بالكامل. بالإضافة أن مصر في الأساس أكبر سوق رائج أولاً للكتاب بشكله التقليدي أو الكلاسيكي الورقي أو بشكله الجديد الإلكتروني. أيضاً أهم سوق لصناعة النشر أو صناعة الكتاب في الشرق الأوسط، أو ممكن كمان نقول في نصف الكرة الجنوبي. أنا أرى أن تنظيم وزارة الثقافة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 يعني عدة دلائل. أولا هي رسالة للخارج أن مصر الجمهورية الجديدة قادرة على تنظيم محفل ثقافي عالمي وليس محلي أو إقليمي، هذا أمر له دلالة عميقة جدا وردود أفعال يجب أن يتم استثمارها بشكل جيد. أن مصر المستقرة الآمنة، أن مصر تخطو الخطوات الصحيحة والإيجابية تجاه الجمهورية الجديدة، هذا أمر يجب الالتفات إليه بعناية. الأمر ذات الأهمية الكبرى أيضا وهو ما قاله السيد الرئيس، أن هذه المرحلة أو الجمهورية الجديدة ستكون معنية بالإنسان. بالضرورة بناء الإنسان يستدعي أولا بناء مدركاته وبناء الوعي وبناء ثقافته. مصر من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب تقدم نفسها من جديد للعالم، تقدم نفسها من جديد بالجمهورية الجديدة. عايز نقفز سريعا على يعني مجريات معرض الكتاب ونقول ان من اهم يعني من وجهه نظري من اهم الحوارات والندوات او المحاور اللي يعني ستكون في جنبات معرض القاهره الدولي للكتاب، هو تقديم مؤسسه حياه كريمه للمبدعين وتقديم تجلياتها الفكريه والابداعيه ما بين الشعراء والكتاب والمفكرين والنقاد، سواء كان المصريين او العرب او الاجانب. هذه التجربه القوية قدمت مصر من خلالها نموذجا رائدا، أنا أتصور أنه كما كان السد العالي وصنفته اليونسكو أنه المشروع الأكبر والأوحد في الألفية الثانية، أنا أرى أن حياة كريمة سيتم تصنيفه من المؤسسات الدولية قريبا أنه المشروع الأكبر والأقدر بالاتباع على مستوى العالم. بكل تأكيد أستاذ محمد، وزي ما حضرتك ذكرت كده طبعا، وإحنا اتكلمنا من شوية أنه النهاردة هيتم الافتتاح الرسمي، بكرة إن شاء الله الناس كلها بالمناسبة في انتظار اللحظة اللي هيدخلوا فيها معرض الكتاب. كل سنة ناس بتستعد له، الأسر بتستعد له، الأب الأم اللي بياخدوا أطفالهم وبيروحوا بيعملوا زي نزهة، بيتفسحوا جوه وبيدخلوا بقى كل الأجنحة. إحنا عشان نساعد الناس أكتر بكل تأكيد بيكون في تقسيم للقاعات،
اكيد. فازاي بيتم التخطيط لحاجه زي دي؟ كويس. احنا عندنا طبعا زي ما حضرتك قلت ان معرض الكتاب ليس ضيفه فقط يعني من الكبار، ولكنه عموم الاسره المصريه بكل اطيافها وبكل فئاتها، كبار وشباب واطفال وغير ذلك. عايز اقول لحضرتك ان القاهره ستكون قبله كما هي ايضا قبله لمحافظات مصر بالكامل صوب معرض الكتاب، ايضا هي قبله لشعراء وكتاب ونقاد ومفكرين العرب والاصدقاء والاجانب. عايز اقول لحضرتك ان احنا في جنبات 5 قاعات سيتم عرض 1200 ناشر لكتبهم او للوسائط المقروءه، سواء كانت الكلاسيكيه او كانت الورقيه يعني او كانت الرقميه. عايز اقول لحضرتك ان في قاعه مخصصه للطفل، وشعرنا هذا العام او يعني ضيف الشرف النرويج تقدم اسهامات كثيره في مجالات الطفل، ويعني تحدثت السفيره هيلدا كيمستدال عن فكره حوارات في القاعه الدوليه ولضيف الشرف عن اهميه الترجمات للطفل. هذا امر. في قاعه الطفل هتلاقي حضرتك الكثير من الاهتمامات على ارض الواقع، زي مثلا ورش الحكي، ورش حكي عن سينا وده مهم جدا، ورش حكي عن حكايات النصر، اكتوبر احنا بنخلد 50 سنة اكتوبر، فلازم اطفالنا اللي جايين مع الاسرة المصرية لازم يكون لهم نصيب اكبر من الثقافة المصرية، ما دمنا بنستهدف حزمة اهداف قومية منها تعظيم الولاء والانتماء وايجاد النموذج الايجابي واتباعه. هذا امر. الامر الثاني ان بتلاقي في قاعة الطفل مثلا بالاضافة لدور النشر المعنية بالعرض بعرض الكتب، ايضا هناك وسائط كثيره في مسرح وفي سينما وفي ورش للموسيقى وفي ورش للغناء في ورش للرسم وفي ورش للتلوين في ورش للمشغولات اليدويه. عظيم. كل هذا من اجل طبعا بالاضافه لورش الحكي اللي اتكلمنا عليها، كل ده لاطفالنا علشان يكون وجبه دسمه وسريه ومعرفيه. يعني عايزين نقول بنصيغ فيها كتير من القيم الواجب زرعها في او غرسها في نفوس الناس ووجدانهم. نروح بسرعه كده لكمان بقيه القاعات. احنا عندنا بالاضافه لقاعه الطفل القاعات الكبرى 2 قاعات للندوات والمحاضرات واللقاءات والصالونات الفكريه واللقاءات الابداعيه. طبعا في حفلات التوقيع للكتب التي صدرت في 23 سواء كان على المستوى العربي او المستوى المصري. عايز اقول لحضرتك مشاركات كثيره جدا كثير جدا من الكتاب العرب سواء كان في لبنان او في سوريا او في الخليج او في المغرب، يحبوا جدا يكون حفلات توقيعهم في مصر. يعني استعير ما قاله وديع الصافي او ما تغنى به، اذا خلت مصر نعم فاسمعوها واذا خلت لا ايدوها. عايز اقول لحضرتك الكثير من العرب اخواننا العرب مهتمين جدا في حفلات التوقيع ان يكون ليهم توقيع امام الجمهور المصري اولا. هذا امر ده لينا كسات كبيره جدا جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان يعني من حسن الطالع هو اختيار معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني لنحت سلوجان لمعرض الكتاب، وهو نصنع المعرفة نصون الكلمة. الحقيقة هذا السياق يشي بكل الأفكار التي ستقدم كوجبات معرفية وثقافية إلى جمهور المعرض سواء كان المصري أو العربي. هذا الاختيار من السلوجان او اللوجو اللي احنا اتفقنا على صياغته، نصنع المعرفه، مصر دائما تصنع المعرفه، دائما تقدم الكتاب، دائما هي صانعه الحضاره. ده شعار هذه النسخه بالمناسبه. يعني واختيار ايضا يعني الالهه شاست يعني وهي الهه الحكمه والكتاب والمعرفه لدى المصريين، في هذا يعني تكون هي تميمة المعرض، أو يعني زي ما يقال كده يعني المعرض يعكس حتى في شكله مضامينه التي تستهدفها وزارة الثقافة. العودة إلى الحضارة المصرية، بالمناسبة اختيار شخصية المعرض التاريخي والأثري الكبير شيخ الأثريين سليم حسن، وهذا يعني خليني أقول إن هو شخصيا تعلمت من خلاله يعني او من خلال قراءاتي ل 16 جزء اللي معظم المصريين عندنا في مكتباتنا المتواضعه او الكبيره في بيوتنا
ركن كده لسليم حسن عن الموسوعة المصرية القديمة، موسوعة مصر القديمة، 16 جزء يعاد طبعهم من جديد في نسخ حضارية قيمة جيدة بأسعار زهيدة جدا، تقدم لضيوفنا من رواد المعرض. عايز أقول لحضرتك ده لأنه الهدف منها في المقام الأول ما هوش الربح جدا. احنا يعني دي رساله. قد يعني عايز اقول لحضرتك انك انا حضرت كتير من اجتماعات الناشرين والعارضين، ما كانش مهم بالنسبه لهم الربح، وان كان ده جزء هام في صناعه ونشر صناعه النشر للكتاب، ولكن ايضا ان يقرا المصريون كتب واصدارات دور النشر العربيه، هذا امر في بالغ الاهميه بالنسبه للعرب وبالنسبة للقائمين على صناعة الكتاب في الدول العربية والدول الإفريقية، اللي أقصد أقول في نصف القرى الجنوبي. لكن كمان تعالى نضيف الشرف مملكة النرويج، السفيرة هيلدا لما تحدثت في المؤتمر الصحفي بصراحة يعني كنا في فخر عظيم عندما قالت بالعربية الرصينة مصر أم الدنيا، وأن شرف عظيم لمملكة النرويج أن تكون ضيف شرف معرض الكتاب، هذا المعرض الأهم على مستوى العالم ثقافيا ومعرفيا. النرويج تشارك بالكثير من الندوات والحوارات، منها التنمية المستدامة، منها المساواة بين الجنسين وقضاياها، منها مثلا تحديدا يا فندم تم اختيار النرويج كضيف شرف؟ الحقيقة أشارت وزير الثقافة الأستاذ الدكتورة نيفين الكيلاني عن رغبة الوزارة في التواصل المعرفي والثقافي مع كتلة حضارية كبيرة كنا بعيدين عنها منذ زمن بعيد، وهي الكتلة الاسكندنافية. بمعنى أن هذه الشعوب أيسلندا ودنمارك والنرويج وغيرها كانت بعيدة تماما عن التواصل الحضاري أو التواصل الثقافي ما بين مصر، وإذا كنا مصر نقصد العرب بشكل كبير. فكان المستهدف مملكة النرويج علشان خاطر يكون في نوع من أنواع التواصل الحضاري والثقافي والمعرفي ما بين العرب من خلال معرض الكتاب وبين الثقافة في الدول النرويج. طيب عظيم. الناس بقى طبعا بتسأل، عايز تعرف السنة اللي فاتت كان في تخفيضات كتيرة في أسعار الكتب، وكان في تواصل ما بين الوزارة وما بين دور النشر وما بين الناشرين، وأنا فاكر الوزيرة كانت اتكلمت مع دور النشر في أنه لازم يكون في تخفيضات مناسبة نظرا للظروف الاقتصادية بشكل عام، وعشان يشجع الناس على الجانب الآخر للقراءة. هل ما زالت هذه التخفيضات مستمرة في هذه النسخة؟ الحقيقة أن وزارة الثقافة بتطلق مبادرة الثقافة للجميع. الكتاب من جنيه لعشرين جنيه في مساحات كبيرة جدا جدا من قطاعات النشر في وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، النشر الأول لمصر، هيئة قصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، دار الكتب والوثائق المصرية، الكثير من قطاعات المعنية، القطاعات الثقافية المعنية بالنشر داخل وزارة الثقافة تقدم نسخ جديدة، طبعات فاخرة بأسعار زهيدة تنافس، أنا يعني أتصور أن هذه الأسعار تنافس سور الأزبكية اللي موجود بقوة في معرض الكتاب، واللي طبعا إقبال كبير كل سنة طبعاً. كل ضيوف معرض الكتاب ركن أساسي في الزيارة هو ركن أو خيمة سور الأزبكية. في ندوات كثيرة جدا في معرض الكتاب، يعني ما بين النهار احنا عندنا أكثر من 200 شاعر تستضيفه مصر، سواء كان من داخل مصر أو من خارج مصر، الدول العربية وغيرها. في أكثر من 26 كتاب يناقش على مدار كتابين يوميا 13 يوم في المعرض، ما بين الكتابات الإبداعية ما بين السرد القصة والرواية، أيضا 26 كتاب آخر ما بين الكتب الفكرية المتنوعة، السياسة الاقتصاد الدين. الجديد هذا العام أن معرض الكتاب يقدم ندوات أو مؤتمرات اليوم الواحد، يعني احتفاء بطه حسين تم طباعة كل كتب طه حسين وتقديمها أيضا في نسخ حضارية وبأسعار زهيدة زي ما قلت أستاذ محمد للجمهور أو جمهور المعرض. ندوة لطه حسين، ندوة أو مؤتمر أيضا لنازك الملائكة، مؤتمر أيضا للكثير من أصحاب المئويات في مصر، حقي نجيب محفوظ، أنيس منصور. هذا الاحتفاء بيعقوب الشاروني واحد من رواد يعني أدب الطفل طبعا، وللأسف فارقنا في شهر نوفمبر الماضي. كلمنا عن الاحتفاء أكتر عنه. عايز أقول لحضرتك أن في أمرين في غاية الأهمية، وهو إصرار وزارة الثقافة لإصدار كتاب احتفاء بيعقوب الشاروني، هذا العظيم الذي كتب للطفل وأسس أو شارك في تأسيس وجدان الطفل المصري،
كلنا او معظمنا قرانا ليعقوب الشاروني، خاصه مسرحيه ابطال بلدنا اللي كان بيقدم فيها القيم او بيغرس فيها قيم الولاء والانتماء وكيفيه الدفاع والحفاظ والتضحيه من اجل هذا الوطن. هذه كلها تقدم وجبات معرفيه وثقافيه من خلال المعرض. لكن الاجمل ان وزاره الثقافه قدمت كتابا مخصصا تحت عنوان في محبه يعقوب الشاروني. شارك في كتابه هذه المرسيه كتاب كثيرون من مصر والاجمل من العرب والاكثر جمالا من الدول ذات الحضاره ايطاليا والصين والهند في محبه يعقوب الشاروني. ايضا عايز اكلم حضرتك اهتماما من وزاره الثقافه ب يعني سليم حسن، وهو هذا المؤرخ وهذا الاثري المعروف، يعني هنقدر نقول معلومه سريعه عنه، يعني ان هو من عرفنا ان التاريخ الفرعوني ليس اسمه التاريخ الفرعوني لكنه التاريخ المصري القديم. وهذه معلومة أنا شخصيا استفدت من قراءتي، رغم أنه في يعني هو من مواليد 93 وتوفي في 61، لكنه في منذ 1940 حتى 1961 عكف على كتابة موسوعة مصر القديمة التي قدمت لنا في 16 جزءا يعني أوجه الحياة ومناحيها في مصر القديمة. أيضا هذا المفكر والأثري الأشهر يعني غار على الإيجيبتولوجي أو المصري علم المصريات، فيعني راح إلى تعليم أو اكتساب 3 دورات دبلومات في فرنسا وأخرى الدكتوراه في النمسا إلى غير ذلك، إلى أن أصبح من أهم مكتشفي الآثار على مستوى العالم. اكتشف وحده أكثر من 159 مصطبة في جبنة مصر الشرقية أو جبنة اللي في الجيزة. عايز أقول لحضرتك يعني تقديم كتاب أبو الهول باللغة الإنجليزية الذي ترجمه سليم حسن، هذا الرجل الذي كتب بالإنجليزية والفرنسية كما كان يكتب بالعربية الرصينة. أيضا تقديمه لكتاب أو إعادة طبع الهيئة العامة للكتاب لكتاب الأدب في مصر القديمة تأليف سليم حسن، هذه كلها يعني تحت شعارات العودة إلى الأصالة المصرية والعراقة المصرية، ليس بعيدا أيضا عن ندوات أخرى تشارك فيها مصر يعني من خلال تنفيذ ما يسمى برؤية أو ما أطلق عليه رؤية مصر في الثقافة 2030، التكامل بين وزارة الثقافة والقطاعات ومؤسسات الدولة الرسمية وكياناتها المدنية. هنشوف في معرض الكتاب المرة دي التآخي ما بين وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة في مثلا دوي، مبادرة دوي للفتيات المصريات، في مبادرة وعي مع وزارة التضامن الاجتماعي، في كتاب رؤية التوعوي مع وزارة الأوقاف. بكل تأكيد هو مجهود كبير يا أستاذ محمد، وحالة من التنسيق والتكامل بين كل الوزارات والمؤسسات المعنية. كل التوفيق لحضراتكم طبعا عشان يخرج معرض القاهرة الدولي للكتاب بالصورة اللي تليق بتاريخ المعرض وتليق باسم مصر. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد نبيل، الكاتب ورئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. خلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع يعكس الأهمية البالغة التي توليها مصر لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. من جانبه اعتبر الرئيس الروسي المشروع رمزا للتعاون الروسي المصري. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك وصل القاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين. وأضاف كيربي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول، وأشار إلى أن ماكجورك سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية وجهود حماية المدنيين الفلسطينيين. وأوضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال. places
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه غير مقبول. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطراً بالغاً على السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها. وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطاع غزة، وأكدت مصادر فلسطينية استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال بصاروخ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم شرق جباليا. يأتي هذا في الوقت الذي قصفت فيه طائرات الاحتلال محيط مدرسة مصطفى حافظ بالقرب من مستشفى ناصر بخان يونس، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مرارا خطابا انتخابيا للرئيس جو بايدن، وخلال خطاب ألقاه في تجمع انتخابي بولاية فيرجينيا قرب واشنطن اضطر بايدن للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الولايات المتحدة نفذت ضربات في العراق ضد 3 منشآت مرتبطة بفصائل مسلحة. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد الجنود الأمريكيين وقوات التحالف في العراق وسوريا. وتعرضت قوات أمريكية في العراق وسوريا للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على 8 أهداف في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تدمير 25 منشأة لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخاً ومسيرات ورادارات للحوثيين منذ 11 يناير الحالي. وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة مستمرة في العمل على الصعيد الدولي والإقليمي لمنع توسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهدف من الضربات في اليمن هو ضمان حرية الملاحة الدولية. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وهنروح دلوقتي لظاهرة الحقيقة منتشرة الفترة اللي فاتت. هي عبارة عن رسالة بتروح للأشخاص، يعني SMS بتروح للأشخاص بتقول إنه تم إيقاف الحساب البنكي الخاص بيك، وفي كمان رسالة أخرى مبروك تم اختيار رقمك وكسبت 5000 جنيه. للأسف في ناس بتصدق الكلام ده وبيتواصلوا بشكل فوري مع الرقم اللي بعت الرسالة دي، وفي كمان يعني اللي مش بيهتم قوي عشان عارف إن دي كلها عمليات نصب. لكن خلينا نقول ان المجموعة الاولى اللي بتصدق الرسائل دي يا شاذلي للأسف بتبعت كمان معلومات خاصة جدا بحساباتهم البنكية، او حتى بتديهم معلومات يعني عن طريقها بيقدروا ان هم يسرقوا حساباتهم الشخصية. صحيح، لكن السؤال الأهم، هل بمجرد الرد على هذه المحاولات للسرقة خلاص هو بيعتبر اختراق للحساب ولا لا؟ عشان برضو نفهم تفاصيل اكتر لطرق النصب الالكتروني المختلفة، ازاي نتجنب الوقوع فيها، كل هذه التفاصيل هيجاوب عليها دلوقتي الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. يا دكتور صباح الخير عليك. يا صباح الخير على حضراتكم ومشاهدين حضراتكم الكرام. يا اهلا بحضرتك. طبعا ما فيش حد في مصر تقريبا ما جاتلوش الرساله بتاعت تم ايقاف حسابك البنكي ولاستعاده الحساب مره اخرى، اتصل بنا على رقم ما اعرفش ايه، وبيكون فيه اخطاء املائيه كتير قوي، يعني حتى حاجه من رقم، دي اول حاجه، رقم عادي كده وفي نفس الوقت اخطاء املائيه. لكن على جانب آخر في بعض الناس بتقع في مثل هذه المحاولات للنصب، إيه أكتر المحاولات المنتشرة وإزاي نتجنب الوقوع فيها؟
اولا شكرا على السؤال وشكرا على فكره التوعيه حقيقه بامن المعلومات وخصوصا فيما يتعلق بالمعاملات البنكيه، خصوصا ان احنا النهارده بنعتمد على المعاملات البنكيه اذا كان عن طريق الانترنت او عن طريق التطبيقات، فمهم جدا حقيقه ان احنا نوعي الناس بهذا الاتجاه. الوسائل كثيره جدا ولن تتوقف، هي حائط الصد الاول والاخير هو وعي. واحنا بنشوف النهارده حتى في حملات اعلانيه من البنوك المصريه لعدم الوقوع في ظاهره التصايد. هو المتصيد ده بيستغل عدم ادراك الناحيه الثانيه، وبالتالي بيبعت له رساله تبدو ان هي رساله سليمه، وبعض الاحيان بيستخدموا ارقام غريبه، وساعات بتكون حتى الاسم العنوان ان هو حاجه شبيهه باسم البنك. لو انا ما عنديش الوعي الكافي بتبرع بالمعلومه. تبرعت بالمعلومه خلاص انتهت. معلومه ولا مجرد الرد؟ لا المعلومه. المعلومه ان هو في الاخر الرد هو مش هيعرف رقم حسابي ولا يعرف الارقام الثلاثه الموجوده في ظهر البطاقه لكن البنكيه بتاعتي. لكن ما يقدرش يخترق التليفون مثلا من خلال الرد؟ صعبه جدا. تمام. صعبه يعني الموضوع دوت عاوز يعني اعلى من واحد متصيد الكتروني او هاكر، ده محتاج مستوى ذكاء اعلى شويه، مستوى ذكاء وامكانيات مختلفه. وبالتالي انا قدام ظاهره هي جديده وموجوده وموجوده في العالم كله حقيقه. انما لو احنا بصينا حتى هل ده هيمنع ان احنا نتعامل بالوسائل الامنه على الانترنت للمدفوعات؟ لا، هي حجم المدفوعات الالكترونيه في العالم 105 مليار دولار في السنه بيزيد ب 17%. التجاره الالكترونيه وصلت النهارده 3.6 تريليون دولار، يعني تقريبا 4% من الناتج القومي العالمي. وبتزيد برضو في حدود 18-19% كل سنه. انما هو في جانب اخر للتكنولوجيا محتاجين ان احنا لازم نبص له، وهي فكره التصايد، وان التصايد دي ظاهره حقيقه مقلقه للعالم كله. لا، هو طبيعي ان كل ما التكنولوجيا بتتقدم يا فندم لازم برضو اساليب الاحتيال والنصب بتتقدم معاها، يعني ده تطور طبيعي للشر حقيقه، في الشر في العصر الرقمي حقيقه. صحيح. طب ده بالنسبه يمكن للرسائل المتعلقه بتجديد البيانات او تحديث البيانات او المتعلقه بالحسابات البنكيه، لكن في رسائل اخرى بتبقى مبروك تم اختيار رقمك لاستلام مبلغ ايا كان المبلغ. في ناس للاسف بتقع في المشكله دي، ولكن يمكن من خلال الرسائل المتعلقه بالحسابات البنكيه بيبقى في معلومات، لكن ايه الضرر اللي ممكن يقع بسبب الرسائل دي؟ الضرر دوت، وهي كانت ابتدت القصه دي حقيقه من ايام الايميل كمان ما قبل موضوع انتشار الاس ام اس او وسائل التواصل الاجتماعي، ان انا ببعت الرساله دي الناس بتفرح، بتبدا تتصل يقول له طب معلش في مبلغ اداري لازم يتحول لي، فبيتم التحويل لهذا الحساب، وبيتم طبعا اكتشاف ان الكلام دوت غير حقيقي. وفي الاخر برضه هي هرجع واقول تاني يا جماعه، ما فيش حد بيعمل الكلام دوت بهذه النوعيه من الوسائل. يا جماعه خلوا بالكم من المفهوم اللي هو الاستدراج الى فخ حقيقه كبير جدا، ولا حد هيديك فلوس ولا انت رقمك كسب، الكلام ده مش موجود، فخلوا بالكم. ما هو برضه بالمنطق، يعني هل انت شاركت في مسابقه مثلا ولا حاجه عشان تبتدي تتوقع ان رقمك يكسب؟ غالبا ما بتخش يشارك، هو متخيل ان في فلوس هتجيله هتهبط عليه من السماء. وفي الاخر بعض الناس الضعيفه هو بيستغل دايما يعني النوع ده من انواع النصب عامه، او النصب عامه هو بيستغل ضعف النفس اللي قدامه، بيستغل ان في نوع من انواع الجشع. فهو الانسان حقيقه هو اللي بيقع في هذا الخطا، وبدافع جشع، بدافع عدم خبره، المكسب السهل يعني السهل طبعا، وبالتالي هو بيتعرض لضرر هو مش متخيله حقيقه. لكن الموضوع اعتقد انه التوعيه هي الاساس فيه. التوعيه حجر اساس حقيقه في كل التعامل في العالم الافتراضي حقيقه، هو عالم معقد جدا ولا بديل عنه خلاص. ان احنا في مرحله القرن ال21 المعتمدين على تكنولوجيا المعلومات في كل حاجه في حياتنا، وبالتالي في اكيد طبعا تطور للاساليب، انما هي الفكره هي هي، الاسلوب هو اللي بيختلف. هو النصاب او الهاكر او المخترق او المتصيد هو كان بيستخدم وسائل تقليديه، النهارده بيستخدم وسائل الكترونيه. فالموضوع هو في الاساس واحد، ولا بنك هيكلمك يقول لك اديني الارقام بتاعتك، من الارقام بتاعتي موجوده عند البنك مؤمنه جدا.
ولا هيقول لي حدث لي الحساب عن طريق واحد بيتكلم من. طب انا ارفع سماعه التليفون اكلم الكول سنتر بتاع او مركز الاتصال للبنك اقول له حضرتك طلبت حاجه لتحديث الحساب. اذا كان البنك نفسه انا بتصل بالكول سنتر بيقول لي ما تديش بياناتك لاي حد حتى للبنك لو تحديث الحسابات لازم حضرتك تروح للفرع في 3 دقائق بتحط تحديث البيانات بتاعتك. ففي وسائل حقيقه سهله وبسيطه احنا بايدينا اللي بنتبرع بمعلوماتنا وبالتالي الضرر كبير جدا. وعشان كده انا عايز اقول بقى نقطه مهمه جدا في الموضوع ده. كل الارقام اللي بتجيلنا منها رسائل بالمناسبه بقت مسجله في شركات الاتصالات. لفتره كده كان في قرار من الدوله ان كل شركات الاتصالات تسجل الخط، لازم يكون الخط مسجل، لانه الفتره اللي كانت في 2010 2011 كانت الارقام الموجوده كلها غير مسجله وكان الخط بيتباع رصيد ب 5 جنيه، وكان الخط مش معروف مين هو صاحب هذا الخط. لكن كان في شروط كمان معقدة شوية في تسجيل الخط، يجيب اسم الجد من ناحية الأم عشان يتأكد بالفعل أن الخط ده بتاع الشخص ده. فأنت لما تجيلك رسالة مثلا بيقول لك أنت فزت بمعرفش إيه، محتاجين نعدي البيانات، خد الرقم ده واطلع بيه على طول على مباحث الاتصالات لأن ده واجب عليك، أنت بتحمي نفسك وبتحمي الناس كمان. يقدر يبلغ كمان مرفق تنظيم الاتصالات حقيقة هيوصلوا له بسهولة يعني. طبعا هو الخطوط دي بتتقفل في لحظتها، هي المشكلة إن كان في وقت من الأوقات قبل تدخل المرفق في هذا الموضوع منتهى الحسم حقيقة في الفترة اللي هي بتاعت 2011 إلى 2014 في الفترة اللي احنا شفناها كلها، إن كان بيتم يعني نوع من انواع التسجيل للخطوط باي اسم باي بطاقه. وبالتالي انا حقيقه من الحاجات المهمه جدا اللي بقولها من خلال حضراتكم ان لازم حضرتك مع شركه الاتصالات الخاصه بيك تتاكد ان الخط بتاعك هو مسجل باسمك برقمك القومي الكامل وما فيش خطوط مسجله اخرى باسمك. وحتى مرفق تنظيم الاتصالات عامل الخدمه دي ان حضرتك من خلال التطبيق بتاع المرفق او الاتصال بيهم بتعرف هل في خطوط مسجله باسمك، ان جايز ان حد يستخدم بطاقتك لاي سبب من الاسباب. لو لقيت حاجه زي كده طالب ان انت تقفل هذه الخطوط، ان هي شيء في منتهى الخطوره، ممكن تستخدم في عمليات الاحتيال، ممكن تستخدم في ينصب باسمك واخطر من كده بكتير حقيقه. فلازم المهمه جدا ان انت تتاكد ان انت الشخص اللي تمتلك هذا الخط ومفيش خطوط اخرى باسمك، علشان ان انت كده هتبقى تحت طائله القانون وانت مش عارف. اكيد. طيب دكتور، زي ما حضرتك كنت تتكلم انه الاي كوميرس او الاقتصاد الرقمي بيكبر كل يوم عن اللي قبله في العالم كله، ومن ضمن يمكن اماكن التسوق بشكل او باخر هي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا من الماركت بليسز او اماكن التسوق في منصه هذه المنصات. يعني هل هذه المنصات امنه للتعامل عليها او التداول عليها او الشراء من خلالها ولا لا؟ لانه احيانا في ناس جربت وبالفعل تم سرقه بياناتها او بيانات الكارت الخاص بيها او حسابها، وبتلاقي رسائل جايه بخصم مبالغ ماليه مش بسيطه منه. برضه هرجع تاني للمفهوم المحاكاه بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. في منصات الخاصه بالتسوق الالكتروني، اذا كانت المنصات العالميه او المنصات المحليه، ودي مؤمنه جدا. انما لو انا بنشئ صفحه على السوشيال ميديا على الفيسبوك او الانستجرام وببيع فيها منتج، وانا برضو كمشتري بتبرع ببياناتي البنكيه من خلال الصفحه دي او من خلال حتى التواصل المباشر مع حد عشان ياخد اجراء بنكي علشان ياخد او ياخد يعمل نوع من انواع المعاملات على الكارت الخاص بيا، فانا برضو انا اللي بتبرع حقيقه بالمعلومه. بس احيانا بتبقى منصات موثوقه بالمناسبه. منصات موثوقه من الصعب جدا اختراقها، ان المنصات الكبيره عندها معيار الثقة الرقمي حقيقة ده معيار رأس مالها، واحنا بنتكلم في شركات النهارده قيمتها السوقية تصل إلى 2.5 تريليون دولار، حجم أعمالهم بنتكلم في حوالي 550 مليار دولار في السنة، أرقام كبيرة جدا. وبالتالي هي هذه الشركات الضخمة قراءة التأمين عندها عالية، ده رأس المال الحقيقي. صحيح. إن هو لو فقدت هذا المعامل الثقة الرقمي ده هي مئات المليارات من الدولارات معرضة للذهاب إلى بلا رجع حقيقي. صحيح. وبالتالي هي المشكلة بتيجي منين؟ بتيجي من في بعض برضو التصايد، إن بيجي لي إيميل يبدو إن هو جاي من المنصة الكبيرة، وببدأ أخش برضو بمفهوم تحديث البيانات. وهم المتصيدين حقيقة شطار جدا، هو بيعمل منصة شبيهة تماما للمنصة الحقيقية وبيبدأ يخش يستدرجك علشان
تحطي البيانات وبالتالي بيتم سرقة. إنما وقع الأمر هو جاي من أحد الهاكرز أو المتصيدين الإلكترونيين بالشكل يبلك تماماً لو أنا ما خدتش بالي اللحظة. وكلنا ممكن معرضين للخطأ ده على فكرة، ودي بتحصل في مثلاً التأشيرات أونلاين بيبلغ وانت بتخش على محرك البحث بيقول لك سفاره كذا انا عاوز تاشيره اونلاين سفاره كذا، ودي حصلت شخصيا معايا ويعني لدرجه ان انا شكيت. وبعدين ببص هل الموقع دوت مرتبط بالمواقع التواصل الاجتماعي ومرتبط بالموقع الرسمي لخارجيه هذه الدوله. اكتشفت قبل ما احط البيانات ان لا، الكلام دوت هو نوع من انواع التصيد. ولما كلمت السفاره ادوني موقع تاني خالص تمام. فكلنا معرضين، فعشان كده لازم كلنا ناخد بالنا. فتخيل بقى من الناس اللي ما بتسالش في منتهى الخطوره، هي لازم ناخد بالنا ليه؟ ان العنوان اللي جاي من الرساله يبدو تماما ان هو جاي من المنصه الكبيره. شكل الايميل شكله هو نفس الايميلات، نوعيه الايميلات. لما بخش على الصفحه هو شكل الصفحه الحقيقيه. فانما هنلاقي ان العنوان فوق متغير، هنلاقي ان الايميل الحقيقي لو بصيت فيه بتركيز هلاقي ان هو ايميل لا يرتبط بصله في حرف زياده. مش كده، لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا في الضغط على اللينكات اللي جايه لي، اذا كان عن طريق الواتساب، جايه لي عن طريق الاس ام اس، جايه لي عن طريق ايميل، في منتهى الخطوره حقيقه. اللينك ده بقى اللي ممكن يعمل اختراق للتليفون، ممكن يعمل، هو هياخد، هو دايما هم هدفهم ايه؟ مش اختراق تليفوني، ان احنا بنتكلم عشان البيانات اللي فيه، البيانات زائد المعلومات البنكيه، هو يهمهم المعلومات البنكيه. ان الموضوع ده حتى لو هو عمل ارقام صغيره على اعداد كبيره بيعملوا ارقام كبيره جدا. فهو عاوز يسرق حاجه ب 20 دولار 30 دولار، هو مش هيعمل معامله ب 5000 دولار، انما هيعمل حاجه ب 20 دولار. فانت ممكن حتى لما تتلقى الرساله ما تاخدش بالك منها ان الرقم مثلا صغير، او ان هو الرقم دوت انا مش فاكر عملته ولا لا. فمهم جدا حتى لما بيجي لي معامله غير مشروعه من البنك بقى بتاعي بجد، ان بيقول لي في حصل كذا كذا، ارفع سماعه التليفون، وقف الكارت بتاعك، اعمل كيس على الموضوع دوت. وده مهم جدا وحصلت لنا كلنا. وعامه البنوك والمؤسسات البنكيه والشركات الدوليه المصدره للنوعيه دي من الكروت بتاخد اجراء وبترجع لك الفلوس في اغلب يعني صحيح. يمكن ب 99% من الحالات. صحيح. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. يعني اتمنى ان الناس تاخد بالها يا فندم. يا رب يا رب، الوعي فالوعي فالوعي. شكرا جزيلا يا فندم. كل الشكر لحضراتكم يا فندم. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرة. في ناس كتيرة زي ما بنقول كده بتحط دماغها على المخدة بتنام على طول، ودي نعمة كبيرة قوي بالمناسبة من عند ربنا. لكن في ناس تانية بتعاني من القلق والتوتر قبل النوم، ممكن يفضل وقت كبير جدا بيتقلب بقى في السرير ودماغه بقى عمالة شغالة تفكر في اللي حصل وأحداث اليوم. ممكن كمان في ناس بتنام وقت قصير وتصحى تاني ويفضل طول الليل صاحي وقلقان. ازاي الشخص يعالج هذا القلق؟ ازاي يستعد للنوم وهو باله رايق؟ اعتقد ان الموضوع دراسه كمان، يعني حتى النوم بقى محتاج دراسه قبليه. انت بتنام على طول ولا بتقعد؟ مش دايما طبعا، على حسب احداث اليوم. يعني خلينا نعرف عامه اجابات هذه الاسئله، انه بالفعل في ناس بتعاني قبل ما تبتدي انها تدخل في النوم العميق، ان اصلا قدرت انها بالفعل تنام نوم عميق. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من دكتوره دينا ابراهيم، استشاري الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور عليك جميعا. صباح الاهل. صباح النور. اهلا. طيب احيانا موضوع النوم تحديدا ده بالليل، احنا مؤخرا بقينا بنسمع مصطلحات كده كتير بالانجلش عن حالات نفسيه كتير، منها الاوفر ثينكينج على سبيل المثال، او التفكير الكتير جدا قبل النوم. فهل الاوفر ثينكينج او التفكير الزياده قبل النوم هو ده اللي بيسبب عدم الاستغراق في النوم او حتى عدم الدخول في النوم بسهوله؟ اه طبعا، هو بيعمل صعوبه. هو اوفر ثينكينج دي مش يعني مش عرض نفسي. اوكي، لان هي لو حاجه مستمره معايا وبطريقه بتثير القلق في نفسي وبتاثر عليا جسمانيا ونفسيا، ده هنا عرض نفسي. لكن الاوفر ثينكينج اللي موجود في حياتنا كلنا مثلا بسبب الضغوط اليوميه او كده، دي ممكن التعلم ازاي نسيطر عليها. هي تعتبر عاده، في ناس كده بتبقى طبيعتها كده، طبيعتها دايما تحب تفكر كتير، دي حاجه كويسه
لحد معين، لو زادت عن الحد هتأثر، هتأثر على كل حاجة في حياتنا. فالأوفر ثينكينج ده ليه بقى حاجات ازاي نتعلم ازاي نسيطر عليها ونسيطر على أفكارنا، ودي حاجة ما بتبقاش سهلة. النوم عادة، اوكي، مهم قوي ان انا ابقى منظمها، زي مثلا ما مهم قوي في الدايت او في الاكل ان انا ابقى منظمه مواعيد اكلي مثلا، او باكل بطريقه او بشكل معين. النوم زيه بالظبط، لان هو احتياج اساسي لينا جميعا، لان ده اللي بيساعد على الصحه النفسيه والصحه البدنيه والذاكره. وفي دراسات لقت ان الناس اللي بتنام كويس عمرها اطول وصحتها احسن والمقاومه افضل. فمهم اني احافظ على العاده دي واعمل كل الحاجات اللي تخليها في احسن شكل مريح ليا وتؤدي هدفها ان هي تحافظ على صحتي. تمام. اول خناقه بين النوم وبين القلق، اول عدو للنوم هو القلق في حياتنا، سواء مرضي او حتى القلق اليومي. مش المفروض ابقى رايحه السرير واخده كل مشاكل النوم معايا السرير؟ وبمزاجي يا فندم. نتعلم. طيب ازاي نتعلم؟ بتحتاج شويه تدريب، هي مش سهله، بس هي بالتدريب بنعرف نسيطر على نفسنا. زي ما مثلا ممكن بالرياضه بنتعلم ازاي نتحكم في جسمنا، ازاي نطلع الاسترس، ازاي ان انا افصل مثلا ما بين حياتي العمليه والبيت. ما هو المفروض مثلا مشاكل الشغل تبقى كده في البيت، وكذلك النوم. النوم من اهم العادات اللي في حياتنا، ما ينفعش نتغافل عنها. اللي زي ما حضرتك بتقول، مهما مثلا نمت قليل وجي وقت حصل قلق في النوم، ده هيأثر على حياتي وتركيزي وادائي على المدى الطويل. ما ينفعش اتهاون في هذه العاده. تمام. لان النوم كمان ليعمل دين. يعني ايه؟ لو انا يوم ما نمتش كويس، تاني يوم اضطر برضو ما نمتش كويس، عندي شغل او عندي دور، تالت يوم هلاقي نفسي نمت، لازم النوم ياخد حقه، مخي بيطلب ده غصب عني. تمام. فمن العادات الكويسه جدا ان احنا نحاول نحافظ عليها، ان انا احضر نفسي كويس للنوم. هو ضيف، اعتبره ضيف لطيف كده، لازم ابقى محضره له نفسي. ازاي؟ اول حاجه، محدش فينا زي ما حضرتك، احنا اطفال، احط راس انام، او بقى هل كان طول النهار خلاص انا خلصت كل نمت. لكن في اوقات ما بيبقاش ده متاح. مهم ان انا يبقى ليا مواعيد نوم وصحيان الى حد كبير ثابته، 90% ثابته. ده بيساعد ان خلاص انا ده ميعاد نومي فهنام، ده ميعاد صحياني فهصحى. لان هو صعب قوي ان انا النهارده بكره انا عندي شغل بدري الصبح، فانا مش متعوده انام الساعه 9، النهارده هنام الساعه 9. لا، انا متعوده انام، صح، متعوده انام الساعه 1، يبقى هنام الساعه 1. بصحى الساعه 9، يبقى هصحى الساعه 9. ممكن اغير واحده واحده ساعه نص ساعة، لكن مش ممكن هغير 3-4 ساعات، لان دي عادة هتاخد شوية وقت على ما اتدرب على السيتنج الجديد، الترتيب الجديد. دي حاجة احاول مثلا، ان زي ما حضرتك بتقولي كده الافكار والاوفر ثينك، اخلص كل افكاري بره اوضة النوم. تمام. قبل النوم استعد ازاي؟ ان انا اعمل حاجة لطيفة، احاول استرخي، اتفرج على حاجة ظريفه في التلفزيون، اقعد اتكلم مثلا مع اسرتي في حاجات بعيده شويه عن المشاكل. تمام. يبقى طب موضوع بس اللي كنا بنسمعه، اشرب لبن قبل ما تنام وخد دش قبل ما تنام، والحاجات دي فعلا ليها علاقه؟ اه طبعا. طبعا. ليه؟ هو ايه اللبن؟ اللبن مريح للاعصاب، وبيساعد على الهدوء، ولما يبقى دافي ده بيبقى لطيف. والحاجات الكتير زي الكاموميل، اليانسون، الحاجات دي فعلا بتجيب ايفكت. يعني في بعض الناس اللي هو لا، بتحب تشرب الحاجه الدافيه دي قبل ما يخشوا السرير. تمام. بس مثلا ما ينفعش اشرب بقى الشاي والكافيين والحاجات دي قبل وقت السرير بوقت كافي، علشان ما تأثرليش على النوم. لان هي برضو النوم مش قصة ان انا دخلت في النوم او ما دخلتش، هو المهم كمان اني انام نوم مريح، ان انا امشي السايكلز او اللي هي موجات النوم اخدها كاملة، بحيث تبقى مريحة ليا وتساعدني ان انا اصحى بكامل كفاءتي تاني يوم. طب الناس اللي بتستخدم ادوية بتساعدها على النوم يا دكتور، في ناس ما يعني ما تقدرش تستغنى عنها، واحيانا ما بتكونش مهدئات ولا منومات، احيانا بتكون يعني بتبقى مركبات دواء الكحه، يعني لا حتى مش بس ادويه كحه او الادويه اللي بتسبب او ادويه الحساسيه او ده، لا في اعتقد دلوقتي كمان في نوع من انواع الادويه بتبقى مركب معين موجود في جسم الانسان فبيستخدموه عشان انه بيساعد الانسان يدخل في نوم عميق. تمام. بص انا هقول لحضرتك حاجه، زي ما كنا بنتكلم هو عاده،
الدراسات الطبية كلها أثبتت وكل المراكز الأبحاث أثبتت إن أنا أرتب للعادة دي وتفكيري يبقى سليم ونظرتي للعادة دي صح قبل ما ألجأ إن أنا أخد أدوية. وتاني الغلطة بتعملها الناس ودي فيها المشكلة إن هم بيلجأوا للأدوية أسهل بدل ما نتعامل مع هذه العادة بطريقة صحية وبنلجأ لها مع نفسنا أو واحد صاحبي أو الصيدلي قال لي خدي ده. وده كتير في ناس عندهم فكرة إن هو إيه أنا عايز أنام دلوقتي يبقى المفروض أخد الحباية دي تنيمني، ما هو ده برضو مش سليم. وإذا نيمت النهاردة أنا كده ممكن بعمل آثار جانبية في حاجة تانية وأنا مش محتاجها إلا حاجات للضرورة. فحتى لو هاخد أدوية زي دي مساعدة تبقى تحت إشراف طبيب أو يبقى ليها ضرورة طبية، لأن دي كلها أدوية. لأن في ناس بتبقى مش عارفة الدواء ده يبتدي بعد وقت ما يعملش الإيفكت بتاعته أو التأثير المطلوب بتاعه يبتدي يزود الجرعة، نلاقي نفسنا داخلين في حتة تانية خالص تعمل لنا مشاكل أخرى أو مشاكل صحية أو كده. طيب دكتورة، في بعض الناس وهي نايمة بتجيلها خضة كده، وبدأنا نقرأ مؤخرا ان دي ممكن تكون عرض لأي مرض عنده وهو مش عارف او مؤشر مثلا لحاجة خطيرة عند الإنسان. تمام، في ظواهر كتيرة بتحصل أثناء النوم، في منها حاجات بنعتبرها طبيعية، في حاجات لا مش طبيعية. ممكن لو مرة صحيت من النوم مثلا قلقانة اتوترت وبعدين رجعت نام تاني، لا تمام ما بنديلهاش اهتمام. لكن لو حاجة متكررة، في ظواهر بتظهر أثناء النوم زي مثلا توقف النفس، الناس مثلا اللي بتصدر صوت عالي اللي هو يجي دايما يشتكوا في العاده انا باش مثلا اللي بيشخروا يعني بيشخر بصوت عالي مثلا وتيجي زوجته تصحيه هو مش عارف هو في ايه. ممكن بتبقى في ظواهر زي توقف النفس ودي بتبقى خطيره حسب نوعها وبتحتاج دراسه وبتحتاج علاج. في مثلا بتبقى حركات مثلا دكتوره ابراهيم دينا ابراهيم نشكر حضرتك شكرا جزيلا فعلا. اوكي شكرا شاهدينا، بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا مع حضراتكم. إن شاء الله نكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.